من استديوهات العربي 2 في اللوسيل، تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صباح النور لليوم الأربعاء 20 من نوفمبر 2024. العدوان الإسرائيلي لا يتوقف على لبنان وغزة، وتفاصيل أكثر مشاهدينا في فقرة الأخبار الأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قليل. واليوم أترافق في تقديم حلقة صباح النور مع زميلتي سارة. وسارة صباح الخير. صباح النور هبة، كيفك اليوم؟ أنا الحمد لله، أنت بخير؟ الحمد لله دائما. صباح النور مشاهدينا. إذن حلقتنا تنطلق الآن مليئة بالفقرات والمواضيع المنوعة وفيها حرب على لبنان وثقافته، ومقابلة خاصة مع وزير الثقافة اللبناني. نعم، لدينا موضوع أيضا عن الهلال الأحمر والصعوبات التي يتلقاها دائما بين قيود المعابر وصمود الإنسانية. زراعة الأسنان وأنواع وأحدث التقنيات ضمن فقرتنا الطبية. أيضاً لدينا أيضا فيلم مهم جدا نضيء عليه في فقرة كلاكات مشاهدينا. شكرا لأنك تحلم معنا. ومع الحلم نستمر. نعم، نشوف تمارين الرياضية. هذه واقع مش حلم. إذن مشاهدينا، التمارين الرياضية لليوم مع المدربة الرياضية أمل العبيدي. أمل صباح النور. صباح الخير، كيفك اليوم؟ الحمد لله. شو عندنا تمارين رياضية اليوم؟ عندنا تمارين رياضية لحل مشكلة عضلات الورك الضيقة وتقوية عضلات الأرداف الجانبية. شو رح نستعمل في تماريننا لليوم؟ رح نستعمل باند، ورح نستعمل بانش وكرة صغيرة. إذن بالبنش ممكن يكون الكرسي، الكرة الصغيرة كلنا عنا، والحبل المطاط الكرسي سهل. الكرة ممكن مخدة، الحبل المطاطي كل الناس عندها، كل الناس تقريبا صار عندها. إذن رح نتابع معك التمارين وادعوكم مشاهدينا لمتابعتها. خلينا نتعرف على أطباقنا لليوم. على فكرة أنا تعرفت على أطباقنا لليوم، في طبق جدا رياضي بحبه، صحي جدا، صحي وجدا طيب، وكمان بإيد شاف لبنى بيكون مختلف. شاف لبنى صباح النور. يا صباح الورد، صباحكم يا رب. خبرية شو عنا اليوم؟ اليوم حضرت لكم أطباق تركية. رايحين سفرة هيك صغيرة على تركيا، حنحضر مع بعض أول إشي تشي كفتة واللي هي الكبة النية على الطريقة التركية. بعد هيك رح نحضر مع بعض طبق تحلية اللي هو كازان دبي، ويا رب أكون حكيتها صح. طيب، وأنا ناطرة التشي كفتة بالتأكيد. جربتيها قبل؟ ما جربت، ما سمعت الشاف شو قالت. شي كفتة هي هلا بخبرك. خلص خلينا نروح عند بلش السوشيال ميديا ونقعد أنا وأنت نحكي. إذا مشاهدينا دعونا نبدأ حلقتنا مع أول فقراتنا وأخبار مواقع التواصل الاجتماعي مع هبة. هبة إليك. شكرا لك يا سارة. ومشاهدينا، إلى جولتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. تستمر مأساة قطاع غزة في يومه 411 من بداية العدوان الإسرائيلي الأخير من أكتوبر من العام الماضي، حيث يتفاقم الألم مع كل قصف يضيف شهداء إلى قائمة طويلة من الضحايا، بينما تسقط الأمطار لتغرق قيام النازحين وتضاعف معاناتهم. وفي ظل تحذيرات دولية مشاهدينا من تطور الأوضاع الإنسانية بالقطاع، دعا مبعوث الأمم المتحدة للسلام إلى تحرك عاجل لوقف الحرب، واصفا المرحلة بأنها مفترق طرق قاتم يستدعي تغيير المسار لإنقاذ الأرواح وإنهاء نزيف الدماء. طبعا التعليقات كانت كثيرة على الكثير من الفيديوهات التي تم تناولها عن معاناة أهل غزة نتيجة دخول مياه الأمطار إلى خيامهم، معاناة كبيرة جدا. هنا يقول أبو صالح: لا حول ولا قوة إلا بالله، غرقت العائلات مياه الأمطار الآن في وسط الليل، يا رب كن معهم، ليس لهم سواك. نذهب إلى تعليق آخر. رشا وليد تقول: يا رب رحمتك بأهل غزة يا رب. أيضا تعليق إضافي يقول: هذا تعليق أمام جراحكم، لا ألم لجراحنا، وفي حضرة القهر الذي تعيشونه لا قيمة لحياتنا، وكل بهجة الدنيا تنطفئ خجلا من عجزنا وخذلانكم. وفي مشهد يعكس تناقضات صارخة مع القوانين الدولية وما يعني تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي واتفاقية حقوق الطفل، أيضا قضت محكمة إسرائيلية بسجن الطفل المقدسي أيهم السليمة 14 عاما لمدة عام، بعد أن أمضى عاما ونصف بالحبس المنزلي بتهمة رشق مستوطنين بالحجارة. يأتي هذا الحكم رغم عدم بلوغه السن القانونية للاعتقال، وطبعا في ظل
قانون إسرائيلي جديد يتيح سجن الأطفال الفلسطينيين حتى قبل بلوغهم 14 عاما، ورغم توقيع إسرائيل على الاتفاقية يستمر اعتقال أكثر من 270 طفلا فلسطينيا في انتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية. أيهم السلايمة لاقى تفاعل كبير جدا معه على مواقع التواصل الاجتماعي. هنا رانيا تقول: أصغر أسير في سجون الاحتلال، الحكم على الطفل المقدسي أيهم السلايمة 14 عاما بالسجن الفعلي لمدة 12 شهرا تبدأ في شهر ديسمبر المقبل. نقرأ تعليق إضافي. حبيبة تقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، أبعد هذا الإجرام، إجرام في حق الطفولة. إلى الأردن مشاهدينا، حيث شوارع عمان المزدحمة شهدت إعلاناً غير المشهد المعتاد للنقل العام. أمانة عمان قررت استبدال الطرق التقليدية لتحصيل الأجرة بنظام الدفع الإلكتروني لتنهي دور كنترولية الباصات الذين كانوا يقومون بجمع التذاكر وجباية أسعارها من الركاب. القرار اللي يعد خطوة جريئة نحو تطوير النقل العام لاقى ترحيباً لدى الكثير من الأردنيين لإنهاء الفوضى التي كانوا يعانون منها، في حين وجد الكنترولية أنفسهم أمام واقع جديد بيهدد مصدر دخلهم. ونقرأ التعليقات على هذا الموضوع. هنا عدي يقول: أمانة عمان تستبدل كنترول باصات الكوستر بأجهزة الدفع الإلكتروني، قرار ممتاز جدا. اطلعي اطلعي يا صبية، الباص فاضي الصوالح. يعني قام بتعليق يعني مرح، أو ربما لإطفاء بعض المرح على يعني ما يحدث فعلا في الأردن من قبل كنترولية الباصات. نجد هنا لؤي يقول: هيك راحت رزقت ناس كتير. ونقرأ تعليق إضافي أيضا حول الموضوع. مجدولين تقول: قرار رهيب بصراحة. إذن مشاهدينا، إلى هنا تنتهي فقرة السوشيال ميديا لليوم. من أخبار مواقع التواصل الاجتماعي إلى أبرز ما جاء في عناوين بعض الصحف العربية. شكرا هبة، يعطيك ألف عافية على الأخبار لليوم. بس لفت نظر الخبر يمكن الأخير تبع الدفع الإلكتروني في الأردن. يمكن أنت عندك معلومات أكثر عن الأردن لأنه زايرتيها قبل. متوفر هالوسيلة؟ يعني الكروت متوفر عند الكل مثلا؟ ممكن تكون هي الآن ستصبح متوفرة. هي بالعادة يعني هناك كنترولية الباصات اللي بيقوموا، ما بعرف إذا رح هيك تتخيل المشهد معي، يعني الميكروباص لما بيكون هي وسيلة نقل متحركه بيكون في شخص هيك يقف على على الباب ويقوم بنداء للناس انه هنا نحن ذاهبين هاي المنطقه، ايضا يقوم بجمع الاموال واعطاء التذاكر للناس. وظيفه هذا الشخص يبدو انها يعني خلص، يعني ستعدم هذه الوظيفه لانه هناك الات، وستدخل هذه الالات وسيكون يعني التذكره يقوم دايركتلي عبر جهاز بشكل مباشر بانك تدفعي عن طريقها. الاردنيين يمكن البعض منهم اللي هيك سعد لهذا القرار ساره، يمكن لانه كان عم بيقول انه هناك كانت تجاوزات من بعض هؤلاء الاشخاص، لانه دائما ما عنده نفرات يعني بالصراخ وبالشد يعني الناس انه
تعوا ادخلوا. يعني كانت هناك بعض المضايقات، اليوم بيقولوا افضل، وافضل انه يكون هناك تطور يعني تكنولوجي صحيح. يدخل حتى الى وسائل النقل. انا معها تماما، ولكن كمان خلينا يعني ان شاء الله يكونوا هالموضوع كمان او هالجانب مهتمين فيه، انه هالشباب الصغار لانه دائما بيكونوا من بسيطي الحال اللي نعم. بيشتغلوا بهالوظيفه، بتمنى انه كمان يتم استيعابهم يمكن بوظائف تانية تكون تناسب مع مثلا الشيء اللي فيهم يقدموه. نعم صحيح. لانه بنعرف انه هن بيكونوا اعداد كبيره ودائما بيكونوا صغار بالسن، وبلكي بيساعدوا اهلهم او شيء، ولكن الفكره يمكن رح تكون غريبه في الاول، بس بعد شوي رح تعود عليها صحيح. العالم، وفعليا هي موجودة بكتير مطارح صحيح. يعني صحيح. هي بتعرف المخاوف بأنه هؤلاء الأشخاص اليوم اللي رح ينتهي هالعمل لإلهم، مين رح يعني يهيئ لهم أيضا أعمال صح. أخرى بيقدروا أنه كمان يعني يسد قوت يومهم. يعني هناك مشكلة كبيرة بأنك حتى إحنا بعيدا عن هذا الخبر، يعني اليوم التطور اللي عم بصير بالعالم والذكاء الاصطناعي عم بخلي أنه في كتير من الوظائف مهددة صح. بالانقراض صحيح. فأنا وإنتي كمان يعني إنتي عارفة وضعنا. لا أنا ماني مهددة هبة لو سمحتي. شو بك اليوم؟ بكرة حيكون في روبوت محلك ومحلي، ما بعرف مشاهدينا هل ستتقبلون هذه الفكرة؟ مشاهدينا اليوم هبة من الصبح كل شغلة إنها عم تحطمني معنويا ونفسيا. العكس والله. وعم تضغط على جروحاتي، ليه هبة؟ وهلأ كمان الذكاء. أنا مش حقادر أحكي أبدا. ما حدا رح يقدر يحكي. شكرا جزيلا على كل الأحوال، حتى يتم نعم. تصميم ذكاء صناعي قادر على تقديم البرنامج من أوله لآخره نعم. ويتفاعل معه جمهورنا نعم. لوقتها إحنا موجودين هون وعم بنقدم، ما رح يقبله، ورح نعمل مظاهرة إنسانية للمطالبة بأنسنة الوظائف الإنسانية وفي مقدمتها مقدمي البرامج. نعم. شوفي هالإحساس اللي رح أقدم فيه التقرير القادم، وقولي لي نعم. أي ذكاء اصطناعي بدي مشاعر أكثر. يلا طروا شوفي. نبدأ مشاهدينا تقاريرنا من ليبيا، حيث يعد الصيد بالسنارة هواية يمارسها الكثير من الشباب على الرغم مما تتطلبه من صبر، وقد يقضي بعضهم يوما كاملا بهدف ممارسة هذه الهواية. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود. وأنا عمري 27 سنة، يعني 10 سنين من عمري 17 سنة وأنا نحوت يعني، وكنت متبع في أقاربي وعمامي يعني اللي حوتوا كذا يعني. بدت ممارسة عندي هواية، مش كهواية نفسية يعني، كاستنخاخ زي ما قلت لك يعني للنفس وللجسم لا أكثر لا أقل. الهدف الأساسي تعلمك الصبر، تأخذ هواء نقي، تعرف على ناس طيبة فهون، وهذا أهم شيء في الموضوع يعني، وتغيير جو، ضوء البيت ديما عمل خدمة، عمل في البيت، عمل البيت، فهذا شوي شوي بيخلي الطاقة السلبية تطلع من جسمك شوي. تضيع وقت نوعا ما، هو مع انه يعني حتى نكون مشغولين نترك الشغله خطره فهمتها، ولكن يعني شيء بالعكس تحس انه مثل اي حاجه ثانيه زي كره القدم زي غيره، كل واحد عنده هوايه شيء معين. فاحنا عندنا في البحر فهمتها كيف، ضروري هذه الساعتين ان شاء الله تجي حتى تلوح السنار بغير حوت عادي، المهم ان انت شنو شويه هذيك النشوه الداخليه تنطفى وتمت بس. جربتي تصيدي سارة؟
الصورة الأخيرة والسمكة عم بتنازع بالروح يعني أزتني كانت فكرتك تفعلتي معها إجابة، تذكرتي وقت اللي اصطدتي جربتي جربتي رحلاتي وأنا عم بصطاد أسماك التونة في المحيطات. أوه ماي جاد. خلينا أقول لك شيء، أنا جربت الصيد مرة واحدة بالسنارة، مرة واحدة بحياتي. ما بعرف شو كنت عم فكر، نسيت إنه أنا أصلاً بخاف من السمك. فكنت حاسة إنه أنت فيك تصيد بلا ما تصيد سمك، بلا يعني ما تطلع كنت سمك. مؤمنة فشلي المستقبل. فاصطدت. اصطدتي؟ إيه طلعت معي سمكة، واللي طلعت معي أبشع سمكة بالكون، شيء اسمه قرموط بشع اللي بيعرف هالسمك حتى شكلها مش كتير سمكة يعني شيء كتير بشع. فكانت بالنسبة لي صدمة ما رح كررها، وما عندي الصبر أنا أصلاً يعني صيد السمك بده صبر وبده طولة بال. أنا أفضل إذا بحال أنه أنا ما بحبه أصلاً السمك بروح السوبر ماركت بجيب كيلو. حلو، بس هو حلو يعني ممارسة صيد السمك حلوة أنك تعمليها لأنه بتعلمك كتير أشياء. يعني أنا جربتها وعملتها أكثر من مرة بالدوحة هون، وشعرت بانه يعني كمان بتعرفي هيك فيها قد انت محظوظه مرات. يعني بكثير من الاوقات بيكون في صياد حدك بطلع له 5-6 سمكات وانت بكل القعده ما بيطلع لك شيء، والعكس صحيح. يعني بتحسي انه في شيء هيك بتصيري بتفكري فيه انه وين يعني ما البحر واحد والمي واحده. هلا لخبرك انا شو صار معي. الصياد اللي حدنا كان عامل شبكة هيك كتير كبيرة ومسيطر على كل الشط. مكوش. وكل ما نكب هالصنارة بتروح بتعلق بالشبكة تبعته. لقينا طلع هالشبكة بكل الأسماك ونحن قعدنا كل نهار بلا ولا شيء. فيعني هاي قصة حزينة. أنت طلع معك شيء ولو كان بشع، ولكن أنا ما طلع شيء معي. هو في شيء أصعب من الاثنين، إنه تضلك كل النهار وآخر شيء تطلع لك سمكة هيك صغيرة ما تعرف يعني حن عليها إنه برجعها لأنه هاي ما بتحطيها أصلاً. بتحطيها بحوض. بتحطيها بحوض. رياضة حلوة. شاركونا يا جماعة. صدتوا سمك قبل أو لا؟ نعم نعم. فاصل أول ونعود مع فقرتنا الرياضية لليوم. قوم معنا. يا الله. عدنا مشاهدينا والآن إلى تمارين لحل مشكلة عضلات الورك الضيقة وتقوية عضلات الأرداف الجانبية. وموضوعنا اليوم مع المدربة الرياضية أمال عبادي. أمال صباح النور. صباح الخير. أتمنى تكوني بخير اليوم. أمال الموضوع كتير مهم، ولكن كيف بقدر أعرف إذا أنا بملك هالعضلات للورك الضيقة كما تحدثتي؟ أوكي. وكيف بعرف إذا لازم أقويها أو لا؟ أوكي. اللي يعانوا من مشكلة الورك الضيقة عندهم محدودية كبيرة في الحركة. حتى في الأشياء الطبيعية، في المشي، في الجلوس. في ناس توصل بهم مرحلة أنه بيحسوا أنه الورك مش على خط مستقيم. يكونوا هيك يعني ما يقدروا. الناس اللي تلعب رياضة تكون عندهم كثير محدودية في التمرينات، لما يعملوا سكوات ما يكونوا قادرين ينزلوا منيح، لما يكونوا يعملوا لانجز. والناس اللي يعانوا من هاي المشكلة كثير الناس اللي تجلس كثير لمدة طويلة، خاصة اللي بيشتغلوا في المكاتب. اللي ما عارف أنه حاسس بوجع في الورك بس مش عارف من وين بالضبط، ممكن يروح على دكتور ليشخصه، لأنه في نتفة بسيطة ما بين الوجع في الورك والظهر والركبة. نفس العوارض هي، بس لازم دكتور هو اللي بيحدد لك. ساعات بنعالج الظهر وهي المشكلة مش في الظهر، هي المشكلة في الورك. طيب خلينا نشاهد التمارين اللي حتقدمي لنا إياها. أوكي. تفضلي. صباح الخير، صباح النور على كل متابعينا من جديد. مثل كنا عم نحكي، لو نكون عم بنعاني من مشكلة الورك الضيقة بنكون عم بنحس بعدم راحة أو قدرة أنه نكون عم نعمل حتى الأشياء الطبيعية بحياتنا مثل المشي، الجلوس. لأنه المشكلة الورك هو عم بيربط ما بين الساق والجذع، وهو مسؤول كمسؤول أول أنه يخلينا عم نمشي أو نعمل تماريناتنا بشكل طبيعي. اليوم راح نعطيكم بعض التمارينات اللي راح تحللنا هاي المشكلة، وفي نفس الوقت رح نقوي عضلات الفخذ الجانبية. ليش إن عضلات الفخذ الجانبية؟ لأنه هي كمان المسؤولة إنه تخلينا قادرين إنه نمسك توازننا وإحنا عم نمشي. رح نعمل تمريناتنا اليوم تكون ما بين ستريتشينج، يعني ما بين إطالة ومرونة للعضلة مشان نصير نوسع شوية الحوض، وفي نفس الوقت تقوية. رح بلشكم بأول تمرين وهو رح يكون ستريتشينج مشان ندور الدم أسرع أو يضخ بشكل أسرع في منطقة الورك، وبعدين نبلش بتمرين التقوية. ممكن يكون كرسي أو بانش عنا، أو ما عندكم الاثنين ممكن نستعمل حتى الأرض. رح حط إجري هون بهالشكل،
ننتبه انه نكون نحاول نكون الاجرينا ركبتنا تكون 90 درجه، استوي هون شوي، الجري اللي ورا تكون مطلوقه، ممكن تكون رافعه جسمك بهالشكل او ممكن بدنا نصعب اكثر ويكون عندك مساحه قدامك، رح نبلش ننزل شوي شوي، كل ما نزلنا شوي بظهرنا مستقيم رح نحس بهالعضله الجانبيه والحوض عم بيعمل ستريتش معنا. نفس الشيء رح نعمله على الاجر الثانيه. هاي التمرين ممكن مثل ما قلت لكم حابين كبدايه تعملوه في الارض فما عندنا مشكله، نعمل الاجر الثانيه هون نفس الشيء ونوقف هيك. ممكن نستعمل ظهرنا مستقيم بهالشكل، ننتبه انه الحوض تبعي متجه للامام، يعني مش مايل على جنب، انا عم كون متجهه كل جسمي لقدام، حاول انه انا انزل شوي شوي لقدام. برافو. هون بلشنا بهاي التمرين. اي سوري. اوكي، بلشت بهاي التمرين هذا لانه بدنا بس نعمل ستريتش او اطاله للعضله الحوض قبل ما نبلش نعمل تمرينات مقاومه. بدي بلش بهاي التمرين، ننتبه مثل ما يصير معكم مثل ما صار معي انا، لو كرسي عم تشوفوه عم بيتحرك او عم بيروح يكون ثابت على حيط هون منشان بتقدروا تكونوا ماسكين حالكم ما عم تزلقوا او يصير لكم شيء باجريكم. نمر لتمرين بعده. رح نحط هلا، رح استعمل هاي الباند بس رح احطه على اصابعي، هاي الباند رح يزيد لي شويه المقاومه. رح احط اجري على هاي البانش فوق، ننتبه ان شاء الله ما يتحرك مره ثانيه البانش. اوكي، رح اقعد بهاي الوضعيه، ننتبه ركبتي وعلى الحوض على نفس المستوى. انا بدي احط ايدي الكره مسكتها فوق هون، شوفوا رح اطلع لفوق بالحوض بنفس الوقت رح اسحب ركبتي لمستوى الصدر، يعني ركبتي هاي اجر رح تجي لهون وانا نكون عامله انجيج منيح للكور لبطني وشاده عضلات الجلوتس من ورا وبرجع بنزل. هون رح اشتغل يمين يسار. هون بشكل اساسي رح نكون عم نشتغل عضلات الجلوتس وعضلات الجانبيه للفخذ في نفس الوقت احنا عم بنحرك الحوض. نسحب بهالشكل، نشد هناك فوق، نعمل انجيج منيحة للكور لأنه كل عضلاتنا والكور البطن من أسفل وهو كمان مسؤول على الحوض. برافو. من هون كمان خلينا نشتغل تمارين ثاني، ورح خلي الباند على نفس المستوى في إجرية من تحت بس هالمرة رح احط اجري هون. اوكي، رح احط هون. لا انا منيحة ما طعت الوهم، يعني ما في مشكلة اموري تمام ما تخاف، بس انه تزحلق وقعة بسيطة ما صار لي شيء الحمد لله. اوكي، رح احط ايدي بهالشكل هون ورح احاول اجيب ركبتي لمستوى الصدر، شادة بطني منيح وبنزل. ونسحب جوا، برافو. هون كمان بنكون عم نشتغل عضلات الحوض وعم نفتحه في نفس الوقت عم نكون عم نشتغل الاجرين. برافو. نمر بعد لتمارين هلا اطاله، شفتوا كل مره عم بعمل مره تمارين تقويه ومره تمارين اطاله منشان نوع بيناتهم ويكون في نفس الوقت تقويه وفي نفس الوقت مرونه. شوفوا هلا رح احط اجري هون على هاي. كون واقفه في نفس الوقت رح اسحب بجسمي او اجري شوي شوي لهناك واجري هاي عم تنزل لتحت. برافو. وبرجع بطلع لفوق، ننتبه اجري هاي مطلوقه وهي مثنيه على الركبه. برافو. كل الشغل رح نشتغله ممكن 10 عدات او لو بدكم بالوقت 15 ثانيه 20 ثانيه ونغير نشتغل على الاثنين. نغير الاجر الثانيه. نفس الشيء رح ننزل شوي شوي ونرجع نطلع. هاي التمارين كثير بحاول او بيساعدنا انه نفتح منطقه الحوض. هاي التمارينات ممكن كمان تستعملوها كرياضيين كمرونه يعني بعد التمارينات منشان نرخي العضله تبعنا. شوف رح نشتغل تمارين ثاني
أنا مصممة أني أشتغل بهالبانش يعني. هاي المرة راح أحط هون، ممكن نرفعه أكثر شوي، وراح أحط فيه البند هون. أنا حاطة في هالبند بس مثل ما قلت لكم لو أنتم عندكم شيء ثاني ممكن تربطوا فيه. هون راح أخذ رجلي هاي راح أرفعها هون، هاي راح أحطه هون بهالمنطقة يعني فوق الركبة بالضبط. شوفوا كيف بدي أعمل، بس بدي إنه أنا حاول أسحب ركبتي لبرا كأنه أنا عم بفتح الحوض تبعي وبرجعها. هون عم نشتغل مقاومة الحبل. نفس الشيء رح نشتغله اليمين واليسار. هون كمان في تمارين ثاني كثير منيح قبل ما تيجي سارة رح نعمل، إنه رح نعمل بشكل دائري الحوض تبعنا. شوف كيف رح ناخد واحد ونرجع لمكاننا، يعني كأن عملنا نص دائرة بالحوض تبعنا. ننتبه أكيد لأكتافنا فوق الإيدين، وان ونرجع هون. لو عندنا شيء ممكن نحدد به ممكن نحط شيء هون وكأنه عم بنلف عليه إجرينا. نفس الإجر رح نكون عم نشتغلها دائما مثل ما قلت لكم على اليمين وعلى اليسار. هون بعد كمان ممكن نعمل الكيك باك. هون رح نكون عم نشتغل مثل ما قلت لكم الجلوتس، ممكن نستعمل بالباند أو ممكن من دون باند. رح نحط إجرينا هون بس رح نكون عم نرفع فوق بهالشكل ونرجعها. حبينا نساعدها بشوية تمرين بنستعمل الباند كهيك، ممكن فرجيكم كيف. رح أحط الباند هون بمستوى إجري وحط الباقي الباند في إيدي، ورح أحاول إنه أنا شوي شوي منتبهين إنه كرشي مشدودة ظهري مستقيم وأنا إيدي مفتوحة لعرض الأكتاف، وبرفع إجري بهالشكل شوي شوي لفوق. هناك نثبت ممكن 2 سكند 1 2 ونرجع ننزل. برافو. الاثنين نشتغلهم على نفس الإجر اليمين واليسار. ودائما بعد ما نخلص هاي التمارينات لازم نعمل تمارين ستريتشنج او اطاله. في كثير تمارينات، انا اليوم رح اعطيكم تمارين انه رح نفتح جرينا بهالشكل هيك، وراح نروح على اليمين وعلى اليسار. ممكن نستعين نحط ايدينا هون مشان تكون المد عنا اكثر. هون رح نحس بكل عضلات الفخذ من جوا. روح على اليمين على اليسار، ننتبه انه جسمي مستقيم، انا مش نازله لتحت. بدكم نعمل تمارين ثاني؟ لا يا امل، يعطيك الف عافيه والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. يعني اليوم كلنا بنوقع ونحن عم نعمل تماريننا الرياضيه، بس امتى هيك بنحس حالنا انه ما لازم نكمل؟ يعني احنا سالناك من بعيد قلتي لنا لا ماشي الحال وفيك تكمل. صح، لما امتى ما بدنا نقدر نكمل بعد التمارينات لو وقعنا، لو يكون في وجع كبير او احنا تلوت المفاصل تبعنا مثل هون في الشيفي تبعنا في الركبه وحسينا كثير بوجع، بس لو يكون وقعه بسيطه عادي ممكن نكمل. نعم، بدي اشكرك جزيل شكر المدربه الرياضيه امال عبيدي. والان مشاهدينا الى ساره وموضوعنا الطبي لليوم، اليك يا ساره. شكرا هبة، سلامة قلبك أمال، وبنكمل لما المخرج يقول كملوا. شكرا جزيلا لك. إذا مشاهدينا وصلنا إلى فقرتنا الطبية لليوم. إذن مشاهدينا، زراعة الأسنان تقنية متطورة أصبحت الحل الأمثل لاستعادة الابتسامة والثقة بالنفس، سواء كنت قد فقدت أحد أسنانك أو عدة أسنان. أحدث التقنيات التي جعلت هذه العمليات أكثر أمانا ودقة مع دكتور طارق مجدي ديوان الاختصاصي في أمراض اللثة وزراعة الأسنان في مجمع المحمود الطبي. صباح النور دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. بالرغم من كل الإيجابية اللي عملت فيها المقدمة، ولكن جميعنا بنرتعب من فكرة زراعة الأسنان. صحيح. حنحاول صحيح. اليوم أنه نفسر الموضوع إن شاء الله. خلينا نبدأ بالمفهوم، ماذا نعني بزراعة الأسنان؟
والله هو ببساطة شديدة زراعة الأسنان هو حل، أو بنعتبره النهاردة هو الحل الأمثل لتعويض الأسنان المفقودة. يعني احنا بعد ما بنخلع سن من الأسنان وبيبقى عندنا المكان فارغ من السن اللي اتخلع، بنضطر ان احنا ندور على حلول بديلة. الحلول دي دايما بتبقى، او الحلول الكونفنشنال او زي ما بنقول الحلول التقليدية، هي كانت اطقم الاسنان المتحركة او الجسور الثابتة اللي بنضطر فيها نبرد اسنان ما قبل وما بعد الخلع، الاسنان المخلوعة. زراعة الاسنان النهاردة وفرت لنا الاوبشن بتاع ان احنا بنبعد عن بقيه الاسنان السليمه، ومجرد بنفتح فتح صغنن في او صغير في عظم الفك نفسه او في اللثه، بنحط فيها المسمار التيتانيوم اللي هو بيبقى الجزء بنعتبره ان هو الجزء الصناعي او الجذر الصناعي اللي هنبني عليه بعد كده التركيبه النهائيه. بنسيب الموضوع يعني مسمار التيتانيوم ده بنسيبه لمده 3 لـ6 شهور تقريبا يلتئم عشان يحصل اندماج ما بينه وما بين العظم. بعد كده بناخد عليه المقاسات النهائيه ونعمل التركيبه البورسلين الفاينل فوقيها. رح نرجع نحكي عن هالعملية بكل تفاصيلها يعني وبصورة أكبر، ولكن يعني دكتور الآن زراعة الأسنان هي الخيار أو البديل الأفضل بين الخيارات المتوفرة لتعويض الأسنان المفقودة، صحيح؟ يعني هي حقيقي هي أول خيار دايما بنفكر فيه دايما، حتى جميع الأطباء دلوقتي حول العالم بقى دايما الخيار الأول هو زراعة الأسنان قبل ما يعني قبل ما نفكر في اي حاجه ثانيه. طيب ما هي الاعمار التي ينصح فيها بزراعه الاسنان والتي يمكن فيها اصلا زراعه الاسنان؟ والله هقول لحضرتك حاجه، احنا بالنسبه لنا طبعا كاسنان لبنيه احنا ما بنعوضش الاسنان اللبنيه، ليها قصص مختلفه تماما. فبعد الاسنان بعد ما الاسنان بالبيرمننت او الاسنان الدائمه لو حصل فقدان فيها، دايما بنفكر نبدا نعوض ما بعد سن ال 18 عام، لان بيكون عظام الفك بدا يكتمل نموها وبدأ يبقى خلاص السنان والفك حصل فيه ثبات، فمش هيحصل فيه أي تغييرات. لأن شفناها في حالات كتير جدا أن بعض الأشخاص اللي بتحط زراعة ما قبل سن 18 عام بيجي بعديها بعض السنوات بنلاقي أن الزرعة بقت في مستوى وبقيت الأسنان اتحركت مع الفك في مستوى آخر. عشان كده دايما بنحب، خصوصا لو مكان تجميلي بيبقى الموضوع صعب أو مشوه إلى حد كبير، فدايما بنحاول نعدي سن ال 18 يكون العظام بتاعة الفك واقف النمو بتاعها، بنقدر ساعتها نعمل الزراعة. كمان رح نرجع نحكي على نقطة التجميل أكثر، ولكن قبل ما نبدأ فيها، هل في حالات لا ينصح فيها المريض أو لا يمكن إجراء زرع للأسنان للمريض فيها؟ والله هو حقيقة ما فيش absolute contraindication، أو يعني ما فيش حاجة بتقولي ما ينفعش، ما عدا في بعض الحالات يعني مثلا مع المرضى المدخنين أو المرضى السكري أو كده بنقدر ستيل نعمل لهم، ولكن لازم يكون في كنترول لمثلا السكر التراكمي بتاع المريض، لمقاييس السكر كلها عامة بنقدر نظبطها وبنقدر نعمل زراعة. حتى في مرضى هشاشة العظام بنقدر نعمل زراعة الأسنان. احنا بيبقى مشكلتنا مع مرضى بالذات الهشاشة العظام اللي بياخدوا علاج اللي هو بيسميه البيسفوسفونيت، هو ده اللي بيوقف نمو العظام من أول وجديد، أو في حالات لا قدر الله أمراض السرطان أو الناس اللي بتاخد راديو ثيرابي أو الإشعاعي أو الكيماوي بيبقى لينا بريكوشنز وبنقدر نعمل بعديها تاني. بيكون في احتياطات معينة تأخذ وبعدها بالضبط في احتياطات طبعا. نجي لسؤال المليون. الألم. الألم من 1 لـ10 مليار، فين الألم بتاع زراعة الأسنان؟ لأنه يمكن هو الموضوع اللي بيخلي معظم من فقدوا أسنان دائمة لا يلجأوا أو يأخروا خيار اللجوء إلى زراعة الأسنان. الآن في ظل التطورات واللي بالتأكيد حتعطينا فكرة عنها تشرحنا عنها أكثر، نسبة الألم قد إيه صارت؟ والله أقول لحضرتك إحنا دلوقتي بالنسبة لموضوع الألم ده موضوع كبير شوية. هو إحنا لما بنتكلم على زراعة الأسنان التقليدية الفكرتها كلها إن إحنا بنفتح جرح صغير بنحط الزرعة جوه العظم وبنقفل الخيط بخياطة يعني الجرح تاني. في الأوضاع دي أو الوضع ده غالبا ما بيبقاش فيه ألم شديد، لأن العظم واللثة ما فيهمش كم الأعصاب اللي في السنان. فالأسنان نفسها ألمها ممكن يكون قاسي جدا، ولكن العظم نفسه واللثة ما فيهمش كمية الإحساس أو الألم اللي ممكن يكون موجود في الأسنان. فالموضوع بيبقى بسيط، بيبقى بعض الديسكومفورت يوميها وتاني يوم يمكن بالظبط، ومع المسكنات بيكون خلاص الموضوع يمكن تغلب عليها مع مضادات الألم العادية. مضادات الألم عادية جدا بتكنترول الألم، وبعد كده خلاص يعني في خلال أقل من 48 ساعة بيكون الألم والمستخفى. طيب ده بالنسبة لدول.
انما بالنسبه في جراحات بتبقى اكبر شويه، يعني في جراحات بتبقى لا الموضوع مثلا في زراعه فك كامل، في ناس بنعمل لها زراعه عظم، في ناس بنعمل لها زراعه او ترقيع لثوي كمان معاها، فبيبقى على حسب قسوه او كبر العمليه، فمن حاله لحاله بتفرق. فدايما حتى لما المرضى بتسالنا على الموضوع ده دايما بنقول لهم احنا محتاجين الاول نعرف الوضع ايه وخطوات العمليه نفسها، وساعتها بنقدر نتنبأ. بس في على اضعف يعني سوري يعني على اسوأ الفروض الموضوع بياخد مش اكتر من 3-4 ايام من الالم، بعد كده بيكون الموضوع مريح. طيب دكتور، مازال انا كنت حسألك العمليه بتستغرق قد ايه وقت؟ ولكن مازال عندنا خيارات مختلفه ولكل خيار خصوصيته. حقيقي. بالتاكيد اجراء او البروتوكول المعين المتبع مع علاجه. خبرنا اكثر عن هذه الانواع. أوكي. كل نوع متى يتم اللجوء إليه والوقت الذي يستدعي؟ أوكي. يعني هي ببساطة هو موضوع زراعة الأسنان. أولا احنا بننصح الناس أهم حاجة إن أو أصعب حاجة بنواجهها في زراعة الأسنان، وده دايما اللي دارج جدا في كل بلدان العالم، إن المريض لما بيقرر إنه يعمل زراعة الأسنان ويروح للطبيب بيبقى وصل لوضع من ضمور العظم واللثة قوي جدا، لانه بقاله خلع الاسنان وبقاله فتره كبيره او عنده يعني ساب اسنانه لفتره كبيره جدا، وبالتالي يوم ما قرر يعمل الزراعه بيكون حصل ضمور قاسي جدا. إذن اللي يفضل انه اقرب وقت لفقدان الاسنان. بالظبط. عشان كده احنا اختيار الاول بالنسبه لنا الاول هو الحاجه اسمها الزراعه الفوريه. الزراعه الفوريه هي دي من اهم الانواع واقوى ويعني افضل طريقه لعلاج او لزراعه الاسنان. لان ده معناه ان المريض مثلا لو عنده ضرس مكسور او خلاص هو تيرمينال زي ما بنقول، لما بيروح للدكتور ويخلع له السن وبيسيب الجرح يلتئم وينسى المريض لفتره ويرجع تاني بيكون حصل ضمور، خصوصا كل ما يتاخر كمان. انما في الوضع اللي احنا فيه دلوقتي احنا معظم 90% من شغلنا هو الزراعات الفوريه، ان احنا بنشيل السنان وبنحط مكانها في نفس اليوم، وبالتالي بنقدر نستفيد اولا كوقت علاجي في خلال 3 شهور بنكون مركبين التركيبه بدل ما نستنى جرح يلتئم وبعد كده نحط الزراعه وبعد كده نستناها تاني ونركب في الاخر. تاني حاجه الالم اخف كتير جدا، يعني الالم المريض التولرنس احنا يمكن 100% من مرضانا اللي بنعمل لهم الزراعه الفوريه بيطلعوا تاني يوم يقول لك انا ما حسيتش بحاجه، اخذت يمكن واحد مسكن واحد بس وخلص الموضوع على كده. فالزراعه الفوريه عامه هي افضل طريقه بنقدر نحافظ بيها كمان على الانسجه اللي حوالين الزراعه، يعني العظم واللثه وحتى الحجم والشكل التجميلي. صحيح. لأنه بيكون حتى الفك بشكله الطبيعي وما مختلف. بالزبط. شو عنا الخيارات الأخرى في حال أنه المريض تأخر وما لحق موضوع الزراعة الفورية؟ أوكي. هنا بقى بتواجهنا مشكلتين. لأن لما بيحصل لما المريض بيتأخر ساعات بيكون المريض محظوظ بأن هو حجم العظم أو سمك العظم عنده كويس وفي سمك معين ففضل يستيبل لفترة طويلة. وفي معظم الأحيان وده يمكن نسبة 10% من الحالات، 90% من الحالات بيحصل عندهم دايما ضمور في العظم وضمور في اللثة كمان. ودي حاجة برضو من الحاجات المهمة، ضمور اللثة ده. فاللي بيحصل ان احنا لما بنيجي نفكر ان احنا نعمل الزراعة بنضطر ان احنا نعوض، هو على حسب كمية تأكل العظم. في بعض الأحيان بيكون العظم تأكل تماما، فبالتالي بنضطر نعمل عمليات زراعة عظم وبتستمر الأشهر طويلة. يعني مثلا ساعات بناخد من عظم الفك أو ساعات بنجيب يكون عندنا احنا عظام صناعية من مرضى أو متبرعين تانيين أو أيا كان، بنقدر نبني بيها العظم الأول وبعد كده بعد فترة التئام نرجع نعمل زراعة، وبعدين يمكن ساعات بنعمل معها كمان إجراء زراعة لثة، فالموضوع بيصعب أكتر. عشان كده بننصح المرضى دايما على طول بسرعة. صح. يعني شتان ما بين بالزبط. الخيار الأول والخيار يعني التاني. يعني دايما بننصح المريض قبل ما تخلع السن لازم نكون حاطين الاوبشن البديل او حاطين خطه علاجيه لتعويض هذا السن من قبل الخلع ما يتم. طيب السؤال الاخير عن الزراعه التجميليه. ما هي؟ اوكي. الزراعه التجميليه هي الزراعه عامه زي ما بنقول لما بنزرع اضراس خلفيه هو الموضوع بيبقى فورجيفنج، يعني لو حتى في الاخر شكله مش طبيعي قوي ما فيهاش مشكلة، ما لأنه بيبانش. مش مبين ولا بالزبط. في ابتسامة ولا في حديث. بالزبط. الاحتياج هو الوظيفي. بالضبط. الوظيفي. الله ينور. فالفكرة المشكلة الأمامية بقى في الأسنان الأمامية احنا محتاجين وظيفي وتجميلي. نعم. ودي بقى ده التشالنج الكبير، وده اللي بيستدعي ان الطبيب كمان يكون عنده لمسة فنية في حتة ازاي يقدر يشكل اللثة ويشكل العظم نفسه ويشكل التركيبه النهائيه، لان في الاخر احنا بنسميها البينك اند وايت استاتكس، اللي هي ازاي اللثه
تديني شكل طبيعي وازاي السنان تديني شكل طبيعي قدر الامكان. المحافظه على ان احنا نسيب البالانس ده، خصوصا التشالنج بيكون لو في سن واحد بس اللي ناقص، يعني لو في اختلاف في لما بنعوض اسنان كتير بيبقى الموضوع اسهل شويه، بس لما يكون في سن واحد اللي ناقص لازم يكون عليها. بالظبط، فلازم نحافظ على الشكل الرسمه اللثه بطريقه معينه وندعم اللثه على اللونج تيرم عشان المريض بعد فتره ما يحصلش عنده اي نوع من انواع التراجع اللثه حوالين الزراعه. لازم نحافظ على سمك العظم، على الكونتور بتاع العظم، على الشكل وفي الاخر الشكل النهائي بتاع التركيبه. فكل ده بيستدعي مننا ساعات ان احنا نعمل بعض الاجراءات الاضافيه، زي ان احنا بنعمل زراعه لثه في بعض الاماكن، نعمل تعديلات معينه، بنعمل تركيبات مؤقته لفترات نقدر نشكل بيها اللثة علشان نقدر نحافظ على الشكل العام. إذن حتى تشكيل اللثة مش فقط ده فن طبعا في جراحات اللثة بالذات، يعني ده شيء مهم جدا دايما بنحط عيننا عليه، بالذات لان الاسنان الاماميه للاسف مش سهل، يعني اكبر تشالنج في زراعه الاسنان. صح، ولانه كمان بتاثر جدا يمكن حتى على نفسيه المريض وعلى تقبله لها وتقبل العمليه. شكرا جزيلا دكتور على كل هالمعلومات اليوم، طمنتنا شوي وخبرتنا على الخيارات المتوفره في مجال زراعه الاسنان الاختصاصي في امراض اللثه وزراعه الاسنان في مجمع المحمود الطبي دكتور طارق مجدي ديوان. شكرا جزيلا. شكرا عفاري. شكرا شكرا. مشاهدين الهلال الأحمر القطري بين قيود المعابر وصمود الإنسانية، كل التفاصيل بعد الفاصل، ابقوا معنا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. وفي عالم يموج بالازمات والصراعات، يظل العمل الانساني هو النبض الذي يعيد الحياه الى المجتمعات المنكوبه، من لبنان الذي يعاني تداعيات ازماته الاقتصاديه والانسانيه الى فلسطين التي تقاوم في وجه الاحتلال والحصار. يحمل الهلال الاحمر القطري شعله الامل. إذن مشاهدينا للحديث اكثر عن دور الهلال الاحمر القطري في مساعده لبنان وغزه، نستضيف محمد راشد المري مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالهلال الأحمر القطري. صباح النور، أهلا وسهلا بحضرتك معنا. أهلا أهلا وسهلا هبة، أهلا وسهلا سارة، صبح عليكم بالخير وعلى أيضا مشاهدي التلفزيون العربي. نحن نقوم بالإطلالة عليهم من فترة إلى أخرى وسعيد بهذا الوجود. وسعيدين بوجود حضرتك. وبداية دعنا نبدأ، يعني نحن الآن في نقترب من نهايات العام، دعنا نقدم لمشاهدينا حصيلة لما قدمه الهلال الأحمر القطري من مساعدات للبنان وغزة خلال هذا العام. والله هي المساعدات من أول يوم من بعد 7 أكتوبر عام 2023 والهلال يقوم بإطلاق الحملات الإنسانية للاستجابة لهذه الكارثة التي حصلت هناك عند أهلنا في غزة. الكثير من الحملات التي أطلقت وكانت لها نتائج إيجابية، إلى الآن أكثر من 5000 طن تقريبا ذهبت إلى هناك، مشتملة على العديد من المحتويات التي تخص الإنسان الذي وقع في مصيبة وخرج من بيته ومنطقته في لحظات. تجاوزت أيضا ما يقارب 32 مشروع بقيمة 80 مليون ريال، استفاد منها أكثر من 1,700,000 فلسطيني من أهالي غزة. طبعا هناك جسر جوي أمر به أمير دولة قطر، وهذا الجسر استمر لفترة طويلة من خلال تقديم هذه المساعدات من خلال معبر رفح في مدينة العريش بالتعاون مع الهلال المصري، وبعد ذلك عند التضييق عليه واحتلاله وإيقافه تم إيجاد الطرق البديلة من خلال الأردن بالتعاون مع الهيئة الأردنية الخيرية. نعم كنت أريد أن أسألك عن الطرق البديلة ربما لدخول المساعدات، خاصة في ظل يعني القيود الإسرائيلية على معبر رفح وإغلاقه، يعني هناك الكثير أيضا من الصعوبات التي تواجهونها في هذا الإطار، صحيح؟ بالضبط، هناك الكثير من التضييق المتعمد،
ليس على الهلال الأحمر القطري فقط، إنما على أغلب المؤسسات والهيئات والمنظمات التي تقوم بتقديم يد المساعدة العاجلة لأهالينا النازحين واللاجئين أو النازحين في غزة، من خلال إغلاق المعابر، من خلال استهداف القوافل والطواقم الإنسانية، من خلال التضييق عليهم بكل السبل، لكن من خلال تعاوننا الدائم مع المنظمات والجمعيات الصديقة والشقيقة نقوم دائما بإيجاد البدائل، ومن خلال الدول العربية أيضا تحديداً الأردن في هذه الفترة توجد هناك الكثير من البدائل، ولا نعدم أن نجد هذه البدائل، والله سبحانه وتعالى معنا. للأسف انضمت لبنان أيضاً إلى هذه الحرب التي يشهدها، وفي ظل احتياجات متعددة كيف تقومون بترتيب الأولويات ربما في تقديم المساعدات فيما يخص ملف لبنان؟ نعم صح. طبعا لبنان كان متوقع ان تكون من ان تلحق بالركب، وحصل ما كان يتوقعه الكثيرون من المتابعين. مباشره قمنا بنفس الفعل الذي قمنا به مع غزه من بعد دخول الى اسرائيل او دخول اسرائيل الى الجنوب، تقريبا كان في اواخر سبتمبر. احنا في بدايات اكتوبر تقريبا اطلقنا حمله لاجل لبنان، وكان لها صدى واسع واستجابة كبيرة سواء على مستوى الشعب القطري والمنظمات أيضا والمؤسسات الرسمية التي قامت أيضا بتقديم المنح والدعم. كان هناك مساعدات قدمت لأكثر من 140 ألف مستفيد. هذه المساعدات مشكلة بما يخص الجوانب الطارئة والاستجابات العاجلة كالسلع الغذائية، البطاطين، الفرش، المياه النظيفة، تجاوزت يعني هذا كله بعشرات الآلاف الأطنان التي قدمت أو عشرات الآلاف من القطع التي قدمت لهم. أيضا كان هناك توفير ما يقارب 40 أو أكثر من 40 ألف طن أو 40 طن عفوا من المعدات والأدوية والمستلزمات الطبية، لأن القصف حامي، القصف لا يتوقف، وبالتالي الجانب الطبي هو الجانب المهم لمعالجة المتضررين على الأرض. فبالتالي هناك أيضا الكثير والكثير من المساعدات بإذن الله تعالى قادمة. طبعا في هذه اللحظات سعدنا أن نشكر المؤسسات التي شاركت الهلال الأحمر في تمويله كمؤسسات مانحة، وعلى رأس هذه المؤسسات صندوق قطر للتنمية الذي دائما ما يكون حاضرا مع الهلال الأحمر في الاستجابة وتوفير السيولة وتوفير الدعم المالي ليقوم الهلال بترجمته بشكل مساعدات على الأرض والدخول من خلال مكاتبنا والعاملين الإنسانيين لنا على الأرض. شوية التحديات اللي بيواجهها العاملين بالميدان لا تحقيق رسالتهم السامية أستاذ محمد. التحديات كثيرة هبة، التحديات كثيرة. أول هذه التحديات هو استهداف العاملين الإنسانيين الذين يحميهم القانون الدولي الإنساني، مثلهم مثل الصحفيين. القانون الدولي الإنساني يحمي الصحفيين بشارة بريس، وأيضا يحمي العاملين الإنسانيين بشارة الكروس الأحمر. لكن من يستمع؟ من يرى؟ من يقدر؟ هناك إسرائيل انتهكت كل القوانين الإنسانية على وجه الأرض، كل القوانين التي أصدرت من خلال المجتمعات الدولية والمنظمات الرسمية لا تستجيب لشيء، وبالتالي نحن مثلنا مثل زملائنا في القطاع الإعلامي مستهدفون وبشدة. لذلك الهلال الأحمر قدم أكثر من 40 أو 50 سيارة إسعاف بالتعاون مع الهلال الأحمر الفلسطيني، أغلبها دمر، كما دمرت السيارات التي قدمت من خلال المنظمات الشقيقة والصديقة. كثير من المسعفين قتلوا تحت النيران المباشرة أو حتى أثناء البحث عن الجثث وتقديم المساعدات الإنسانية. إغلاق المعابر، إغلاق إرجاع هذه المساعدات، وهي مكلفة عندما تقدم آلاف الأطنان إلى المعبر وتجده مغلق أو يتم التسويف أو أركن لحد كم يوم نشوف إحنا حنعمل إيش، مواد قابلة للتلف. يعني هناك استهداف للإنسان الفلسطيني، هناك استهداف مباشر من خلال تجويعه ومن خلال تركه بدون تطبيب ومن خلال أيضا منع المساعدات بشكل عام. ونحن متضررون كمؤسسات
إنسانية وحنحاول أيضا نحن أفضل حالا لكن نحاول أنه نجد الطرق البديلة ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. نعم هذه المحاولات لا تتوقف أثناء الأزمات فقط ولكن صحيح. الهلال الأحمر القطري اعتدنا منه أن تستمر مساعداته وتقديمه حتى بعد انتهاء الأزمات للمساعدة هذه الأماكن في الوقوف على أقدامها مرة أخرى. كيف تحققون هذه الاستدامة؟ هذه الاستدامة تتم طبعا هناك عملية الاستجابة لأي كارثة تحصل تتم على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي الاستجابة العاجلة وتوفير الأولويات التي يحتاجها الإنسان، رجل أو إنسان فقد منزله، فقد أسرته، فقد معيشته، فقد مكانه الآمن، فيجب أن نوفر له هذه الأشياء بشكل مباشر في أكله وشربه وغطائه حماية من البرد وظلا من الشمس. بعد ذلك نقوم بعملية إعادة التأهيل والإعمار للمناطق التي تشابه غزة مثلا أو جنوب لبنان أو الضاحية الجنوبية بسبب التدمير المتعمد الذي يحصل. وبعد ذلك تتم عملية التنمية للمجتمع من خلال طرح العديد من البرامج التنموية على مستوى المدارس، على مستوى المستشفيات، على مستوى تقديم المشاريع التنموية للأسر نفسها حتى تستطيع أن توجد لها مصدر رزق، وكثير من المشاريع التي لا يمكن حصرها الآن. نعم. لعملية الاستدامة لهذه المجتمعات المتضررة. التحديات النفسية والاجتماعية ربما بيعتبرها يعني حتى أهل الحرب هي ترف ربما للحديث عنه أمام آلة القتل الإسرائيلية اللي بتقوم بالتدمير والقتل. اليوم هالتحديات أستاذ محمد حابة أسأل عنها، كيف تتعاملوا معها وهل هناك برامج خاصة لموضوع الدعم النفسي في مناطق الحروب وخاصة بما أنه نتحدث عن غزة وعن لبنان؟ طبعا هناك مشاريع خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين، فعلا هي تعتبر نوع من الترف. نعم. إنسان يشاهد فقد أسرته وفقد أهله وفقد أصبح يعني يريد أشياء أهم من هذا الأمر، ولكن هي من الضرورة بمكان. صحيح. لأن هذا الإنسان دمر نفسيا، يحاول أن يجعل نفسه قويا أمام الآخرين ولكنه من الداخل مدمر. نحن على مستوى صورة في وسائل الإعلام يعني نمنع ظهور الصور التي قد تؤثر نفسيا على الكثير من الناس، فما بالك من يشاهدها وما بالك من يعيشها. بمن يعيشها ويتضرر منها بشكل مباشر. لذلك برامجنا في عملية الدعم النفسي من خلال التعاون مع متخصصين كثر متطوعين قاموا بتقديم أنفسهم لأداء هذه الرسالة، ونشكرهم بهذه المناسبة على ما يقومون به من أفعال، يذهبون معنا ويدخلون معنا ويتعرضون للخطر لتقديم الدعم النفسي، كان جانبا مهما جدا. دولة قطر قامت بتسيير جسر جوي للإجلاء لكل من تضرر بأمر من صاحب السمو أمير دولة قطر، فهذا الجسر الجوي شارك به الهلال من خلال متطوعين للدعم النفسي يقومون باستقبال هذه الأسر من الداخل قبل حملهم على الطائرة، يقومون بالجلسات الخاصة لتهيئتهم نفسيا للاستماع لهم لمعالجتهم في هذا الجانب. أيضا هناك الكثير من البرامج التي تخص إعادة التأهيل نقوم بالاستمرار فيها وتطويرها وطرحها من فترة إلى أخرى حسب الحاجة لها على الأرض. نعم. اليوم في ظل الأوضاع الصعبة التي يعاني منها لبنان وغزة وغيرها من المناطق حول العالم، اعتدنا دائما أن نشاهد شعار الهلال الأحمر القطري حاضرا منذ بداية المشهد. نعم. ويغطي في الأماكن التي يجب تغطيتها. نعم. بالفعل بالرغم من صعوبة ما تقابلونه، ربما إيصال المساعدات للبنان هو أسهل وأيسر حالا من إيصالها. صحيح. إلى قطاع غزة. اليوم ما هي الرسالة التي توجهونها للمجتمع الدولي في ظل هذه الظروف التي ربما تعيق أحيانا عملكم والتي ربما بتدخل ما قد يتغير الحال فيه؟ نعم. الهلال الأحمر القطري أصدر عدة بيانات تقدم الكثير من الإدانة وتطالب بالكثير من الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية. من فترة إلى فترة نصبح على مجزرة، من فترة إلى فترة نصبح على كارثة انتهاك القانون الدولي الإنساني الذي ترعاه منظمات دولية كثيرة ودول كثيرة تحترمه إلا إسرائيل. لذلك قمنا بالعديد من هذه الإدانات. نطالب دائما، للأسف نحن في فترة المطالبة، فنطالب دائما المجتمعات الدولية، المنظمات الرسمية، الحكومات
تحديدا إسرائيل بما تفعله من عربدة في هذه المناطق، نطالب دائما بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني، نطالب دائما بمناصرة قضايا الإنسان، الإنسان الذي يوضع كدرع في أماكن معينة ويستقصى. يعني ما نشاهده الآن فيه نوع من كلمات لا تصف أو لا تصل إلى هذا المستوى، قتل الإنسان بقصد أن هناك خلفه زعم يزعم أنه خلفه عسكري أو خلفه مقاوم، وهذا الكلام غير صحيح. مستشفيات تدمر، آخر ما كان الإنسان يتوقعه أن يكون مستشفى يصبح مقبرة للكثير من الجثث والكثير من الشهداء. فلا نملك إلا المطالبات على أمل أن تقوم الدول القوية والمؤسسات الفاعلة بإرغام إسرائيل على احترام هذه المبادئ وهذا القانون، وهذا دائما ما نطالب به بالتأكيد. ونحن نضم ربما صوتنا كإعلاميين دائما لكم، ونتوجه جميعا ربما بالشكر للهلال الأحمر القطري، حضرتك ممثل عنه اليوم للدور الذي تقومون به، والذي صراحة بالرغم من كل المشهد القاتم أحيانا يعطي هذا الضوء والأمل. السيد محمد راشد المري، مدير إدارة الاتصال والعلاقات العامة بالهلال الأحمر القطري، شكرا جزيلا. يعطيك العافية. شكرا لك سارة، شكرا لك هبة، شكرا لكم التلفزيون العربي. ننتقل أنا وأنت سارة الآن إلى مطبخ صباح النور وشيف لبنى. يا أهلا يا أهلا فيكي. إليكي أول طبق تركي، جاهزين؟ يلا جاهزين. إليكي. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا بأول فقرة عنا لليوم من مطبخ صباح النور. طبقنا طبق تركي معروف جدا جدا، وهيني عم بحكي لكم من هلأ، إحنا في عنا كتير زملاء ساكنين كانوا بتركيا وأخذت منهم الأوكي، تشارطنا هاي أسكا ولا اللي بتركيا، وقالوا لي اللي أنا عمليتها أطيب، فاحفظوا الوصفة عندكم لأنه عن جد رائعة. لحتى نعملها مع بعض أهم إشي فيها طبعاً البرغل، وأنا عم بستخدم البرغل الأسمر الناعم اللي هو نفس البرغل اللي بنستخدمه للتبولة. ممكن تستبدلوه بالبرغل الأبيض الناعم، بس طبعاً شرط يكون ناعم، إذا الأسمر ما توفر بس الأسمر أحسن. حبات البرغل رح أنقعها، أنا عندي كوبين من البرغل، رح أضيف لهم كاسة واحدة من المي المغلية، بعدين بقلبهم مع بعض لحتى حبات البرغل عندي تتفتح. يعني بضيف كاسة مي مغلية على كاستين البرغل، وبعدين بقلبهم بحركهم بخليهم على جنب نص ساعة لحتى حبات البرغل يتفتحوا. هاي أول خطوة ضرورية نعملها. أما الخطوة الثانية ضرورية كتير كمان لحتى نحضرها، هي البندورة. أنا بدي بندورة تكون مهروسة، فكيف بدي أهرس حبات البندورة هاي بدون إشر؟ بدي أعلمكم الطريقة الصح لحتى نهرس البندورة بدون إشر. أول إشي منجيب حبات البندورة اللي عندي منغسلها كتير منيح، بعد هيك باخد حبة البندورة وبدي أعمل عليها إكس من تحت بهالشكل، نعمل إكس بهذا الشكل. رح أخذ كمان حبة وأعمل عليها كمان إكس بهالشكل هذا. هلأ رح أضيف عليهم كمان مي مغلية، بدي أضيف عليهم مي مغلية تغمرهم وأتركهم 5 لـ10 دقائق. رح ألاحظ إن هالإجرة بلشت تفك معاي من محل ما عملنا الإكس، وبهاي الطريقة منقشر حبات البندورة بصيروا عندي بهالشكل الحلو هذا، وهيك بقدر إني أهرسهم زي ما بدي. طبعا هاي مش بس عشان التشي كفتة، هاي لأي وصفة أنتوا حابين تستخدموا فيها طماطم أو بندورة ولازم تكون مهروسة. فرح أهرس حبات البندورة لحتى نكمل الوصفة. أي هدول الخطوة الرئيسية، وين رحت فيها؟ وين رحت بالغطاي؟ مش عارف وين رحت فيها، ولا أنا ما فكيتها أصلا. ما علينا، بسم الله الرحمن الرحيم. أوكي خلينا نكمل. حبات البرغل عندي اياهم هون، رح لا استنوا يمكن هيك اظن، لا في اشي ناقص صح؟ بلشت ألخم انا، ما بعرف وين رحت بتكملت الماكينة، كانت هلا موجودة قدامي وخفيتها. المهم طيب لحتى نكملها مع بعض، رح أجيب هلأ الصلصة وبدي أحركها مع بعض. شو هي؟ عبارة عن في عندي قبل أهم إشي عندي إياه هو البصل المفروم فرم ناعم، فرح أضيف البصلة عندي هون، وبعد ما أفرمها كتير ناعم بدي أصفيها من كل المية اللي موجودة فيها، فرح أصفيها كتير كتير منيح. بعد هيك رح أضيف عليها صلصة البندورة
وراح أضيف عليها كمان دبس الفليفلة. ودبس الفليفلة إشي كتير مهم بأكلة التشي كفتة، ما بنقدر أبداً إننا نستغني عنه. هلأ راح أضيف عليهم البهارات واللي هي عبارة عن كمون، الملح والفلفل. بيضل عندي في إشي كتير أساسي بالتشي كفتة لما يعملوها بتركيا، في بهار اسمه الآيسوت. هذا الآيسوت هو عبارة عن الفلفل الحار، بنشفوه كتير 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 منيح ليصير عندي لونه أسود، فيه حموضة وفيه كمان حرارة، يعني هو حار وحامض. طبعاً إحنا ما منقدر نلاقيه عنا هون، فأنا لقيت لكم الحل. بدال الآيسوت رح نضيف معلقة كبيرة من السماق ومعلقة كبيرة من البابريكا الحارة. بدال هدول المكونين هم بديل الآيسوت، هم اللي حيعطوني النتيجة الأصلية للتشي كفتة. هلأ رح يضل علي أضيف نص كاسة من زيت الزيتون وثلث كاسة من دبس الرمان. هلأ أنا كان مفروض أضيف البندورة هون، عشان ما دامني مش ملاقي القطعة اللي كانت المفروض عشان أهرسها، رح أحاول أهرسها بسرعة بالفود بروسيسر، بعد هيك رح أضيفها على الخليط اللي عندي. أوكي. أنا كنت بدي أضيف البندورة المهروسة مباشرة هناك. تمام. هاي حلينا المشكلة وإحنا ما عندنا إشي ما إله حل. حبة البندورة هرسناهم الحبتين وصاروا عندي جاهزين لحتى أضيفهم هون. هل ضل عندي هلأ إني أضيف البرغل. البرغل نقعناه تقريباً مدة نص ساعة وصار جاهز إني أضيفه على الخلطة اللي عندي. وكاستين البرغل بنفشوا بعد ما يشربوا كمية المي اللي أضفتهم عليهم. هلأ رح ألبس جلوفز وأبلش بإيدي أخلطهم مع بعض، بعد هيك رح أحطهم بالفود بروسيسر. خليني أحكي لكم، التشي كفتة لما بيعملوها عادة بيضلوا على إيدهم يهرسوها لحتى تصير كلها عجينة واحدة. هاي العملية صعبة كتير وبدها وقت كتير، يعني لو نبلش فيها هلا إن شاء الله لما يخلص صباح النور اليوم بنكون خلصناها. أما بالفود بروسيسر بنضيف كل الخليط عليها وعشر دقايق بس تطلع معاي النتيجة خرافية. يعني صحي احنا عم نعمل التشي كفتة الأصلية، بس إلا ما أغششكم هيك تريك أو تنتين تخلي الشغلة تصير كتير سهلة وننبسط بأكلة طيبة بأسهل الخطوات. فهلا بعد ما عجنتهم كتير منيح مع بعض وخليت حبات البرغل يشربوا كل النكهة، وشوفوا العجين بتكون أصلاً كتساتها كتير طرية، يعني ما بتكون جامدة، مش هيك قوام بتشي كفتة، هاي عجين كتير طرية لساتها. فهلأ بدي أوديها على الفود بروسيسر أو محضرة الطعام ورح أخليها تعجن لمدة 10 دقايق. بعد 10 دقايق هاي العجين رح تكون معاي طرية كتير وناعمة كتير كتير، يعني رح نلاحظ إنها صارت زي عجينة الكبة اللي إحنا منحبها. طيب شو رح أعمل بعد هيك؟ رح أوديها على الثلاجة لمدة ساعة تقريباً لحتى تنهرس كتير منيح، تبرد كتير منيح وتنجمد والبرغل يشرب كل المي. رح تصير عندي بهذا القوام. فإحنا لما نشوف الفرق بين القوام اللي قبل والقوام اللي عندي هلأ، خليني أفرجيكم الفرق. كانت أول إشي طرية كتير والحبات مش متماسكة، ما بنحسها عجينة. أما بالطريقة الثانية فأنا صارت عندي، هاي شايفين هاي العجينة الطرية ما كانت متماسكة، منحسها لسه مش ماسكة على بعض قبل الخلط. بعد الخلط والتريح صارت عندي عجينة ماسكة، بضغط عليها بإيدي وبشد صارت متماسكة تماماً. هاي هي العجين الصح للتشي كفتة. هيها شوفوا كيف أصابعي عم بتعلم عليها لما عم بكبس. هاي هي التشي كفتة الصح، وطبعاً هي لازم تنأكل باردة، ما بتتاكل سخنة. فلحتى هلأ أفرجيكم طريقة التقديم للتشي كفتة كيف بتكون. في عنا طريقتين للتقديم. الطريقة الأولى اللي هي بناخد من العجين الباردة عندي وبكبس عليها، بعملها دائرة، بعدين بكبس عليها بأصابع منيح هيك بشد وبتطلع معي بهالشكل. هاي هي حبة التشي كفتة. خليني ألبس هيك عشان لما ناخد الصورة تطلع أحلى، بس لكم جلافز جديدة.
أرجع أفرجيكم كيف رح أعملها وكيف رح أعمل كمان سندويشة لتشي كفتة. رح ناخد قطعة من العجين على شكل كرة، بعدين بضغط عليها بأصابعي. رح ألاحظ إنه محل أصابعي هيهم، هاي الأصابع اللي ضغطها. رح نقدمها بهالشكل. هاي طريقة التقديم الأولى. أما طريقة التقديم الثانية واللي هي طلعت جديد بس الصراحة رائعة جدا، واللي هي بناخد خبز التورتية وبناخد كمية من العجين وبنفردها عليها بهالشكل هاد، بدي أحاول أغطيها كاملة لأني بدي أقصها، فبدي كل قطع العجين يكون أو كل قطعة خبز يكون طالع عليها من الحشوة هيك. بعد هيك اللي رح أعمله رح نضيف عليها شوي من الخس المفروم، ورح أضيف عليها كمان دبس الرمان، لأنه يعني ما في إشي اسمه تشي كفتة بدون دبس رمان. يا عيني، وأي إشي صراحة بدبس الرمان بيطلع رائع. بعدين عصرة ليمون، وهيك بتصير جهزت. بمسكها رح ألفها على شكل رول بهالطريقة هاي. بعد هيك رح أخذ سكينتي أشيل القطعة اللي على الطرف، بدي أبلش أقسم الرول. بهالشكل هذا، ومنشيل القطعة اللي على الطرف لأنه ما بيكون طلع لها حشوة كويس. رح نقدمها هون بجانب الطريقة التقليدية للتشي كفتة. هيك. هلا كيف لازم ناكلها أو شو لازم يجي معها؟ لازم أهم إشي يكون في معها النعنع. فأنا رح أحط وراء النعنع هون، وبتقدروا على فكرة كمان تحطوا النعنع بالحشوة بيطلع بشهي، مع شوي من الجوز. شرحات ليمون زيادة للتزيين. وطبعاً أكيد دبس الرمان. خليني أفرجيكم كيف بناكلها. خليني أفرجيكم هيك. بناخد قطعة من الخس وبنحط جواتها قطعة من التشي كفتة بهالشكل. هيك. بعدين بنجيب الليمون وبنعطيها عصرة ليمون. وبعدين آخر إشي بنحط عليها شوي من دبس الرمان. وإذا بتحبوا ممكن تكسروا عليها جوز، وبتتاكل هيك مثل السندويشة. صراحة أنا عم بستنى الفقرة تخلص عشان آكلها. شوف 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 هيها. مين ياخذ هاللقمة مني؟ سارة هبة تاكلوا؟ مين قولك رح ياخذ هاللقمة؟ مين قولك رح ياخذ؟ رح أسبقكم. طب تفضلي، صحتين وهنا. ما بعرف قد ايه رح تكون مفيدة هاللقمة لأنه عيني عليها، ولكن يلا معلش، يعطيك ألف عافية. وأنا جاية لعندك ركض. يلا هلا خلينا نروح فاصل لنلحق المطبخ. يلا فاصل مشاهدينا ونعود، ابقوا معنا. صباح النور من جديد مشاهدينا. أنا وإنتي. أنت طلعت فيها وأنا طلعت واحد اثنين ثلاثة، لازم نحكي سوا. طب نقرأ الخبر سوا، شو رأيك؟ خرب الدنيا. لا يسعد صباحكم مشاهدينا. وصلنا لأخبارنا المنوعة، وخبرنا الأول
رح يكون مع هبة. شو جايبتي لنا هبة؟ في خبر على فكرة كتير حلو وكتير مهم لكل الأشخاص اللي عم يبحثوا عن طريقة سهلة ولذيذة للتخلص من الكرش. السر قد يكون مشاهدينا في البرتقال. هذه الفاكهة الغنية بالألياف وقليلة السعرات الحرارية تعد إضافة مثالية لنظامك الغذائي إذا كنت تسعى لخسارة الوزن بفضل محتواها من فيتامين سي ومؤشرها الجلايسيمي المنخفض. يساهم البرتقال بتحسين عملية التمثيل الغذائي وتحويل الدهون إلى طاقة بالإضافة إلى تقليل الشعور بالجوع لفترات أطول. يمكنك تناول البرتقال بطرق مختلفة سواء كان كاملا أو في شكل عصير طازج أو مضافا إلى السلطات والعصائر الصحية، لكن لا تنسى الاعتدال هو المفتاح، حيث قد يؤدي الإفراط بتناوله لآثار جانبية مثل مشاكل الجهاز الهضمي أو تآكل من الأسنان. ولذلك اجعل البرتقال جزءا من روتينك اليومي لتحقيق توازن صحي وبتقترب خطوة نحو التخلص من هالكرش. شو رأيك؟ طلع مش هين البرتقال وكويس إنه أحبابه نعم. كتار يعني أنا من محبي القافية كمان، يعني البرتقال وأحبابه كتار. سارة أنا عم فكر إنه أمشي في مجال الشعر خلاص يعني بداية نعم. جيدة إنه لقينا هالقافية حلو لا بس كتير. فعليا شوفي الحمضيات يمكن أو الفواكه الحمضية اللي هي بتعتبر كمان جزء مهم جدا من حميات حوض البحر الأبيض المتوسط يعتمد على الحمضيات دائما، كل الأشياء اللي فيها بتثبت أنها مفيدة جدا للصحة بداية من زيت الزيتون للمأكولات البحرية للآن الحمضيات وعلى رأسها بالتأكيد البرتقال. فيجب يعني ربما أن نتوجه إلى هذه الحميات بصورة أكبر. أنا مع البرتقال وبحبه جدا بكل أنواعه. وأنت مجربة حميات يعني أنت بتحب تجرب حميات لأنه بتحبي كمان تمشي بنظام صحي غذائي. ما تركت ما تركت يعني أنا تقريبا ممكن يكون مرجعية لأنواع الحميات وتجريب لوين رح تاخدينا أنت؟ رح أخدك إذا عندك اهتمام بامتلاك ديناصور أو هيكل ديناصور، وأنتم أيضا مشاهدينا إذا كنتم مهتمين بامتلاك هيكل ديناصور عملاق يبلغ عمره 150 مليون سنة، الفرصة ضاعت عليكم فقد تم بيعه. وهذا ما حدث مؤخرا في باريس، حيث تم بيع الهيكل الضخم الملقب بفولكان مقابل 6 ملايين يورو في مزاد عالمي، ليصبح بذلك أكبر ديناصور يباع في التاريخ. الهيكل الذي يبلغ طوله 22 مترا ووزنه الأصلي حوالي 20 طنا يتكون من 75 إلى 80% من عظامه الأصلية. تم اكتشافه عام 2018 في ويومينغ بالولايات المتحدة قبل أن يتم ترميمه بدقة في فرنسا. المثير للإعجاب أن المشتري الذي اختار عدم الكشف عن هويته تعهد بالتبرع بهذا الكنز التاريخي إلى متحف، مع فتح المجال لعلماء الحفريات لدراسته. تعرفي وأنت عم تقري بالخبر عم بحكي يعني إنه شو بيستفيد شخص بأنه يمتلك هيكل ديناصور؟ بعدين بآخر الخبر لما قلت إنه بده يتبرع فيه لا يعني متحف وليكون كمان هناك في دراسات يعني عليه، فلا مبرر فعلا لأنه فعلا في أشخاص عندهم هذا الحس بأنه يشعروا بدور كتير أساسي ليساعدوا باستمرار الدراسات، استمرار العلوم يعني كعلوم الأثار والعلوم الأخرى العلمية. فبالعكس يعني تقدر مثل هذه الجهود بالحقيقة. صح، وبالذات ربما حقب الديناصورات من الحقب التي تهم جدا علماء الأرض وعلماء الجيولوجيا ولدراستها، ربما للوقوف على ظروف تلك الفترات واللي ساهمت في ذلك الوقت انقراض الكثير من الأحياء أو أشكال الحياة اللي كانت موجودة. دراستها بتفيد بالتأكيد. شكرا. أنا لو كنت أخذته كنت حطيته في الصالون، بس يلا المتحف أولى. كنت عزمتينا كلنا لنيجي نشوفه مثلا يعني. على كل حال مشاهدينا هي أخبارنا لليوم. نذهب أنا وأنت إلى تقرير يا سارة، حيث نظم العشرات من محبي رياضة الهايكينج في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وخاصة سكان قطاع غزة، رافعين العلم الفلسطيني بجوار علم بلادهم في مسيرة استمرت نحو 5 ساعات من أجل جذب أنظار السياح الأجانب الذين يتوافدون إلى المدينة خلال هذا الوقت من السنة. نتابع.
today's event is specifically فعالية اليوم موجهة خصوصاً إلى شعب فلسطين وأهل غزة. نريد أن ننشر الوعي لدى الجميع هنا، وخاصة على هذا الطريق، لأنه في هذا الوقت من العام يأتي معظم السياح إلى هنا. ننوي اليوم صعود الجبل ورفع العلم، فهنا لدينا الحرية في رفع العلم الفلسطيني مع علمنا الجنوب أفريقي الحر، لأن الفلسطينيين في أرضهم لا يسمح لهم حتى برفع العلم. كما ترون الجميع هنا، الجميع جاءوا ليقدموا الدعم، لا يهم العمر أو العقيدة أو الخلفية، لأن الجميع هنا لغرض واحد وهو دعم شعب فلسطين وإظهار تضامننا مع الجميع هناك. الفعالية واحدة فقط من العديد من الأنشطة الرياضية التي كنا جزءاً منها. لقد كنا أيضاً جزءاً من استضافة العديد من فرق كرة القدم في فلسطين. الطريق الذي نسلكه هو طريق مهم بسبب التلفريك، وأيضا بالنسبة لأولئك السياح الذين يسيرون على الطريق، فإنهم يرون العلم الفلسطيني الذي نلوح به إلى أعلى مستوى ممكن. مشاهدينا، لبنان أرض الأرز والحضارات يشهد اليوم حربا غير تقليدية، ليست حرباً على الأرض أو البشر فقط، بل حرب على التاريخ تستهدف ذاكرة الشعب اللبناني وتراثه اللي بيمتد لآلاف السنين، من بعلبك إلى بيروت، من صور إلى البقاع، تستهدف المواقع التاريخية والثقافية التي تشكل قلب الهوية اللبنانية. السيد محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبناني ضيف خاص على صباح النور، نناقش معه هذا الموضوع. ومعالي الوزير، أهلا وسهلا فيك معنا اليوم في صباح النور. صباح الخير سيدتي. صباح النور. يعني بداية أقول مبروك للبنان والعالم بأكمله موافقة اليونسكو على طلب وزارة الثقافة بمنح الحماية المعززة للمواقع الأثرية اللبنانية في ردع الاعتداءات الإسرائيلية. أخبرنا معالي الوزير، هل هذا القرار بحاجة لتنويه كان من اليونسكو، وكيف تقرأه في ظل يعني ما يحدث اليوم من حرب شعواء، من يعني هذه الاعتداءات الإسرائيلية والضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية من قبل إسرائيل؟ أحسنت سيدتي، يعني ما اختزنه السؤال هيك اختزن شيء بفرح القلب. شوفي سيدتي، الإنسانية جمعاء عانت على مدى العام الفائت معاناة ما بعد معاناة، ليس فقط بفعل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية التي ارتكبت في غزة على مستوى الأطفال والنساء ودول العبادة والمستشفيات والإعلاميين والمدارس، ولكن المأساة زادت وطأتها النفسية على قلوب الناس، كل الناس في كل الدنيا، في كل هذا، في كل الأحرار أو لدى كل الأحرار في العالم، لأنه استشعروا عجزا لدى المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الجرائم. ما قامت به اليونسكو قبل يومين حقيقة أعاد لنا الأمل بأن هذا المجتمع الدولي لا مصر على أنه يستعيد دوره، مصر على أنه يرجع يعيد التوازن لكل حفلة الجنون التي خرجت يعني من عقالها. بقى حقيقة هو مبروك للبنان ومبروك للعالم، كل العالم. نعم. لبنان، وزارة الثقافة في لبنان منذ أشهر، وبعد أن استشعرت بأن العدوان الإسرائيلي ضد لبنان استفحل ولن يتورع عن المس بمعالم تراثية وأثرية، باشرت مراجعات ومناشدات ورسائل وتقديم شكاوى للمراجع المعنية بحماية الموروث الثقافي بالعالم، ومنها منظمة اليونسكو. ولما يعني لمسنا أنه العدو الإسرائيلي مش فقط لن يتورع، أقدم على هدم دور عبادة، على هدم
يعني معالم تراثية ضاربة جذورها في التاريخ، مثل السوق التراثي في النبطية، مثل البيوت التراثية في النبطية، مثل المساجد بكفر تبنيت وببليدة، مثل الكنائس بدردغية، مثل المعلم الأثري بقصرنا ببلبع، أقدمت على حينها على تكوين ملف سعيا لمنح الحماية المعززة. نعم. وجينا حينها بأصوات أنه يا عمي ما شفتوا شو صار بغزة، وليش بما معناها نضيع وقتكم. الجواب كان أنه لبنان على الرغم من كل المرارات اللي هو مثله مثل يعني أي حدا آخر بهالدنيا عم يلمسها على مستوى عجز المجتمع الدولي، ولكن لبنان المؤسس لمنظمة اليونسكو مصر على أنه يسلك بهذه الإجراءات ويستصدر قرار بمنح الحماية المعززة، وهذا ما تم حقيقة قبل أيام على الرغم، وهذه المشاهدين يمكن مش كلهم على بين منها، على الرغم من تشويش ما بعده تشويش قام به يعني العدو الإسرائيلي، سواء قبل الجلسة أو في خلال الجلسة التي حضرها بصفة مراقب. ولكن على الرغم من كل ذلك أفحموا واقتنع المجتمعون بأحقية ومظلومية الموقف اللبناني، وبأن ثمة يعني عدوا لا يتورع يقتضي لجمه، والبسيلة للجمه هي قرار منح الحماية المعززة. نعم، معالي الوزير، تدمير المواقع الأثرية هذا ما تحدثت عنه وهو ليس حدثا جديدا بتاريخ لبنان، ولكن بهذه الحرب تحديدا كيف تفسرون استهداف إسرائيل المواقع التاريخية كما تحدثت ببيروت، بعلبك، بصور، بالبقاع؟ هل ترى يعني هذا جزءا من استراتيجية أوسع لمحاولة محو الهوية اللبنانية؟ من دون شك سيدتي، هذا الأمر مضافا إلى يعني أمرين آخرين. العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان مزمنة، الحقد الإسرائيلي على لبنان مزمن. سيدتي، كل عاقل في هذه الدنيا، ونحن يعني المناظرين والمفكرين اللبنانيين يعني الذين عاصروا مرحلة ما قبل نشأة الكيان وعاصروا مرحلة نشأة الكيان، حذروا من أن لبنان هو الذي سيدفع الفاتورة الأبهض نتاجا لكون لزرع هذا الكيان في منطقتنا. عدا عن ذلك سيدتي، الفكر الإسرائيلي المحرك للسياسة في إسرائيل، لا سيما لهذه الحكومة القائمة اليوم في الكيان الإسرائيلي، هذا الفكر الملهم لهذه الحكومة، فكر مئير كهانة تحديدا، راسخ على قناعة مفادها أنه لا استمرار لإسرائيل في المنطقة قبل القضاء على الصيغة اللبنانية. والصيغة اللبنانية على ما تعلمين سيدتي تختزن من جملة ما تختزن، عدا عن تنوع إيماني وفكري وثقافي، تختزن موروثا أثريا بهيا جدا يمثل منارة الإنسانية جمعاء. الإسرائيلي الذي لديه مشكلة مع الصيغة ويرى أنه لا رسوخ له قبل القضاء على هذه الصيغة يستهدف المعالم الأثرية. عدا عن ذلك سيدتي، الإسرائيلي الذي دخل في حالة عجز على مدى عقود من أن يستخرج من أرض فلسطين المحتلة أي معطى أثري أركيولوجي يبرر اغتصابه لفلسطين، يبرر وجوده على أرض فلسطين، حالة العجز هذه أدخلته في حالة يعني حقد وحنق ينفس عنها باستهداف المعالم الأثرية اللبنانية. وعلى ذلك سيدتي، إسرائيل التي تسعى إلى هدم هذه الصيغة في لبنان، وبالتالي لا تريد للبنان أن يكون مزدهرا، تؤمن وعن حق بأن المعالم الأثرية اللبنانية هي مقوم اقتصادي مهم جدا يسهم مستقبلا في إعادة نهوض لبنان، ولذلك فإنها تستهدف هذه المعالم. وبالتالي ثمة أسباب عدة لإقدام الإسرائيلي على استهداف هذه المعالم، وقد حاولت أن أختصرها لكم. نعم، طيب، مع تطور الهجمات ما هي أبرز المواقع التاريخية اللي تعرضت للتهديد أو التدمير، وكيف ممكن توثيق هذا التدمير بشكل رسمي للحفاظ على شهادات هذا الاعتداء ضد التراث اللبناني؟ سيدتي، نحن يعني دوريا وبالتنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية يجري تقديم شكاوى إلى الأمم المتحدة وإلى منظمة اليونسكو عند المس بأي معلم أثري أو تراثي لبناني.
يعني ما استوقفنا بقوة سيدتي أنه منذ حوالي 3 أسابيع ينبري الناطق باسم العدو الإسرائيلي ويبث خريطة بيانية للمنطقة المراد استهدافها من قبل طيران العدو في منطقة بحلبك، في مدينة بحلبك، ويتبدى لنا أن هذه الخريطة البيانية التي قاموا بتوزيعها تشمل جملة ما تشمل عن المعلم الأثري في بحلبك. عندها يعني قمنا بإعلاء الصوت، وحتى وصل الأمر إلى أن طلبنا من الرئيس الفرنسي ماكرون التدخل مع منظمة اليونسكو باعتبارها موجودة في باريس، وهذا ما جنبنا في ذلك اليوم أن تستهدف قلعة بحلبك. اليوم التالي سيدتي قام العدو الإسرائيلي باستهداف مبنى تراثي بهي جدا في بحلبك متاخم للقلعة، يعني هو ليس ضمن حرم القلعة ولكن متاخم لها، اسمه بيت المنشية، مبنى جميل جدا يعود تاريخ تشييده إلى عام 1928، وهو كان يعني على اللائحة المراد لائحة الأبنية المراد استملاكها من قبل وزارة الثقافة لكي تحوله إلى يعني مركز وملتقى ثقافي في بحلبك. قام العدو الإسرائيلي باستهدافه. السوق التراثي في النبطية، البيوت التراثية في النبطية، البيوت التراثية بل الأثرية في بليدة، المساجد والكنائس التي يعود تشييدها إلى مئات السنين. وطرحنا حينها السؤال، يا عمي شو مشكلة الإسرائيلي مع بيت المنشية ببعلبك؟ شو مشكلته معه؟ يا عمي في مناطق، طيب بالنبطية هو يدعي أن النبطية يعني أرض مقاومة، مع أنه أنا أزم لك لا بالسوق التراثي كان في أسلحة أو مقاومين، ولم يباشر من السوق التراثي في النبطية عملية عسكرية ضد إسرائيل، مع هذا استهدفها بحقده وبنفسه التدميري المقيت. نعم. طيب بيت المنشية ليش استهدفته؟ وعندها يعني خرجنا بقناعة هي الآتية، لأنه ما في تفسير آخر، يمكن استهدفته بيت المنشية لأنه أقدم عهدا منكم في هذه الأرض، ولأنه أكثر تجذرا منكم في هذه الأرض. هذا هو واقعنا مع هذا العدو سيدتي، وهذا ما جعلنا يعني لا نتردد في طلب الحماية المعززة لهذه المعالم. نعم. وهل هناك ضمانات لهذه الحماية معالي الوزير؟ هل هناك ضمانات دولية؟ سيدتي ما نعول عليه، ما نعول عليه، يعني نحن كلنا، يعني ذكرت لك في بداية حديثنا ما شهدناه جميعا في غزة. في غزة سيدتي مدارس الأونروا هي ليست تابعة للأمم المتحدة، هي منبثقة عن الأمم المتحدة، هي يعني إذا بدك مفصل أساسي من مفاصل الأمم المتحدة، أبنيتها كانت مجللة بأعلام الأمم المتحدة، ومع هذا يعني قصفت المستشفيات، قصفت دور العبادة، قصفت. هذا عدو متفلت من أي وازع، وهو متفلت من كل المواثيق. وعلى ما تعلمين سيدتي، أو ربما يعني هذه المسألة لا يعلمها كثيرون، العدو الإسرائيلي أصر في العام 2017 بأن يخرج من منظمة اليونسكو، بأن لا يبقى منضويا في منظمة اليونسكو، وبطبيعة الحال لا لي شيء إلا لأنه يريد أن يتفلت من كل هذه الضوابط والمواثيق الدولية التي يعني ترعى من جملة ما ترعى وجوب حماية المعالم الأثرية. هذا عدو متفلت. وبالأمس يعني كنت أتابع عبر إحدى القنوات مقابلة مع أحد الوزراء السابقين الذي ينتمي لحزب الليكود الحاكم، يعني قالها في بالآخر، يعني قالها بكل هيك صفاقة، نحن، وهو بيحكي عربي، نحن، أنا أستعيد ما قاله، نحن مستقلنين لا على أمم متحدة ومش شايفين حدا. بقى حقيقة أنا بقول في ضمانات، أعول على أنه سيكون هناك ضمانات يعني رادعة، وإلا يعني فعل الإنسانية السلام. نعم. والضمانات الأساسية معالي الوزير دائما تكون من داخل البلاد، من أهل البلد. يعني كيف ممكن لللبنانيين وخاصة الشباب أنه يلعبوا دور بحماية هذا التراث الثقافي، سواء من خلال الوعي أو المشاركة الفاعلة بتوثيق وصون هذه المواقع ضد التدمير؟ عملية التوثيق جارية على قدم وساق سيدتي. مطلوب وعي لدى، مزيد من الوعي لدى اللبنانيين
ولدى الأجيال الصاعدة لأهمية هذه المعالم. هذه منا يعني شيء فولكلوري، قولي قلعة بعلبك، قلعة بعلبك لا نظير لها على وجه الدنيا، يعني من حيث الجوانب المعنوية لوجودها في لبنان هذه لا حدود لها. ثانيا قلعة بعلبك هذه بوتنشل اقتصادي على مستوى تعزيز السياحة الثقافية بمردود مهم جدا، ممكن أن تسهم بنهضة مش بس بعلبك بل البقاع كله بل لبنان كله. هذا مطلوب دائما بإلحاح، ندخل بحالة وعي. عدونا لماذا يستهدف هذه المعالم؟ عدونا ماذا يريد من بلادنا؟ عدونا يستهدفنا جميعا، وبالمقابل هذه المقومات الموجودة في بلادنا كيف نعم. علينا أن نحفظها للأجيال القادمة وأن نستفيد منها إلى أبعد حد نعم. على مستوى يعني جيلنا الحاضر. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد وسام المرتضى وزير الثقافة اللبنانية على تلبيتك دعواتنا، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من بيروت. شكرا لكم. نذهب مشاهدينا إلى فاصل الأخير ونكون من بعده مع ماري تريز وفقرة كلاكيت. من جديد صباح النور مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكل من انضم إلى القسم الأخير من حلقتنا لليوم. ننتقل الآن مباشرة إلى زميلة ماري تريز وفقرة كلاكيت. صباح النور ماري، إليك. صباح النور سارة، وصباح النور لكل المشاهدين. فازت المخرجة الفلسطينية ليلى عباس بجائزة ألكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي السينمائي في اليونان عن فيلمها شكرا لأنك تحلم معنا كأفضل مخرجة، وأتى هذا الإنجاز بعد أيام قليلة من فوز الفيلم بجائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل مناصفة مع فيلم ماء العين ضمن فعاليات مهرجان الجونة. ها هو الفيلم اليوم يشارك في مهرجان أجيال السينمائي في الدورة 12 يلي انطلقت من أيام قليلة ومستمرة خلال هذا الأسبوع. ويسعدنا أن نستضيف معنا ليلى الموجودة حاليا في الدوحة. صباح النور ليلى. صباح الخير. أول شيء مبروك الجوائز، وجميل جدا أنه بأول مهرجانات بلش ينعرض فيها الفيلم بلش يحصد جوائز. الملفت هو عنوان الفيلم، لكن هو اليوم فيلم فلسطيني وبكل الأحداث اللي عم بتصير، ما هو الحلم يلي بدك تحكي عنه، وخصوصا أنه الفيلم بعيد تماما عن ما يحدث وخلص الفيلم قبل ما تبلش الأحداث والحرب؟ يعني للأسف اللي حلمنا فيه بوقت ما عملنا الفيلم، وقت ما كتبته وعملناه بسنة 23 ما قبل الحرب، اختلفت كتير أحلامنا قبل عن اليوم، وهذا هو الواقع الفلسطيني المركب جدا والمتغير جدا، والأحلام بتتغير والواقع بيتغير. ولكن لما عملت هذا الفيلم كان بالنسبة لي في عندي قصة شخصية وفي كمان حالة اجتماعية بحب كنت أناقشها فيما يخص موضوع الميراث، وهو الميراث كمان تقدري تفكري فيه كمان كمثال على مجموعة متكاملة من القوانين اللي هي أنا بالنسبة لي بحاجة لإعادة تقييم في مجتمعاتنا العربية والإسلامية. فكان هذا الطرح اللي بدي أطرحه بهذاك الوقت. للأسف اختلف الوضع كتير، وأجا إطلاق الفيلم بظروف كتير صعبة بفلسطين، وكان صعب علي كمان أنه أقدم هذا الفيلم الخفيف إلى حد ما في طرحه، وإن كان موضوعه تقيل، بس أنه أسافر بهذا الفيلم وأعرضه لجماهير مختلفة، وهو الفيلم فيه كمان يعني فيه حس كوميديا وفي شيء ساخر بهذا الفيلم، وهو بيختلف تماما عن المزاج العام حاليا بفلسطين، وإحنا في إبادة جماعية يعني. ولكن الفيلم كان لازم يطلع وكنا لازم نكمل. كمان لاحظت أنه يعني وهو عم بينعرض في أماكن متعددة كان كمان كان حلو بالنسبة إلي أنه في كل اللي عم بيصير عم يظهروا الشخصيات الفلسطينية على الشاشة الكبيرة، والناس عم يقدروا يقضوا وقت معهم ويعرفوا أكثر عن تفاصيل حياة الإنسان الفلسطيني والمرأة الفلسطينية، ويشوفوا بيوتنا وعائلاتنا وشوارعنا، وهذا كمان مهم فعلا، لأنه انطبعت السينما الفلسطينية بسينما حرب
لسنوات، يعني من يمكن 15 سنة لليوم أو 10 سنين صرنا نشوف أفلام تحكي، ونحن بحاجة نشوف فعلا كيف بيعيشوا بالداخل، وهيدا اللي شفناه بالفيلم. واللي شفناه بالفيلم أنه الناس بالداخل ناس عايشة حياة مثل أي شخص ببلد آخر، عندهم نفس الهموم نفس الحاجيات، لكن كمان عندهم مشكلة مثل ما قلت هي أساسية واللي بيعاني منها بكل العالم العربي. شخصيتك الأساسية هن نساء، نساء هن اثنين، لكن بيصوروا ملخص عن عدة نساء عربيات على أي أساس اخترتيهم، إن كان من ناحية العمر، إن كان من ناحية الشخصية والطباع، وحتى كل واحدة منهم عندها قصة مختلفة. ما بدي أنا أنت بدك تحرق قد شخصياتهم، تعابيرهم، همومهم، هن بيمثلوا أشخاص معينين بالمجتمع. أنا حبيت أخذ الموضوع الأساسي اللي هو الميراث، وأحاول أبني حوله عالم شيق، عالم نسائي شيق، وقصة كمان بتحمل كتير من التغيرات بوقت قليل، يعني أحداث الفيلم بتصير على مدى 24 ساعة. ونقيت كمان شخصيتين، أولاً هم شخصيات عادية جداً، من يعني ربة منزل والأختها بتشتغل بصالون تجميل، شخصيات عادية. وكمان حبيت إنه هم يعني أبنيهم بطريقة إنه هم كمان بيختلفوا عن بعض، يعني كيف بيشوفوا الحياة، القيم اللي عند كل واحدة فيهم مختلفة تماماً. واحدة واضح جداً أنها مادية كتير، والثانية أكتر قادرة تشوف الواقع والسياق اللي هي فيه بمنظومة قيمية مختلفة. فكمان هذا الاختلاف بينهم بيعطي على مدى طول الفيلم الخلاف والنزاع الدائم بينهم، هذا كمان بيعطي كوميديا، وبيعطي كمان بفرجيكي رؤيتين مختلفتين للحياة، وهذا يعني أظن ممتع أنه نشوفه بهذا الشكل. ليلى، خلال مسيرتك المهنية اشتغلت فيلم قصير، بعدين فيلم طويل، بعدين فيلم قصير، يعني نوعتي. عادة في مخرجين من بعد الفيلم الطويل الأول خلص بيركزوا أنه يعملوا أفلام طويلة، لما هل هي مشكلة إنتاج لأنه دايماً تعملي أفلام طويلة، أو هي بأوقات بيبقى في شيء عبالك تقولي الفيلم القصير بيوصله أكتر من أنا عملت مجموعة أفلام قصيرة، وعملت وثائقي طويل، وكنت عم بعد نفسي لأني أعمل الفيلم الروائي الطويل الأول. الوثائقي الطويل أسهل، يعني طبعاً الوثائقي فيلم له طبيعة أخرى وبده مهارات أخرى، ولكن أسهل من ناحية إنتاجية ومن ناحية تمويلية، فقدرت أعمل وثائقي طويل. بس يعني بس كنت يعني عم بنتظر اللحظة اللي أنهي فيها مرحلة الأفلام القصيرة. أنا ما حبيت الأفلام القصيرة أنا شخصياً أبداً، بحب أشوفها لمخرجين تانيين وهيك، بس أنا ما بحب أعملها. بس دايماً علمونا إنه الفيلم القصير هو الـ يعني الخطوة الأولى للفيلم الطويل وهكذا. بس أنا بالنسبة لي، لأني أنا بحب دايماً بقرأ أعمال طويلة، حتى أدبياً بقرأ الأعمال الطويلة، فدايماً السرد بالنسبة لي لازم ياخد وقته. فالأعمال القصيرة هاي أنا ما حبيتهاش، وأنا سعيدة إني إن شاء الله إني خلصت منها، وهلأ أنت إلا مشروع طويل تاني روائي كمان. شو هو؟ في أي مرحلة؟ في أي مرحلة؟ عندي مشروعين، والتنين في مرحلة التطوير. بس عشان كمان أكون يعني صريحة أكتر، الحقيقة أنه السنة الماضية كمان وأحداث السنة الماضية بترجع بتخليك تعيد حساباتك في كتير أشياء. وشو اللي بتحسي أنه هلأ أنا رح بدي أبذل مجهود كبير في كتابة وإخراج، بس شو الموضوع اللي هلأ أو القصة اللي هلأ تستحق أن تروى؟ فرجعت حتى نفسهم القصص أفكر فيهم بتركيبة جديدة وبسرد مختلف، يعني ومش بقرار يعني تسويقي إنه هلأ هذا لازم هلأ اللي هذا رح يمشي، أو هلأ بشكل إنساني أنا شو بدي أقول، شو دوري أقول بهاي المرحلة، شو القصة اللي عن جد يجب أن تروى. الفيلم اليوم عم ينعرض بمهرجان أجيال، وأنت كنت سبق وحصلت على دعم من دي أف آي أو مؤسسة الدوحة للأفلام، وجيت مع الفيلم لهون. خبريني شوي كيف كان التفاعل امبارح،
عرض الفيلم، خبريني كيف كان أول عرض، بعد عنده عروضات بكرة وبعد بكرة بالمهرجان. العرض مبارح كان العرض اللي هو بيحضروه مجموعة من لجنة التحكيم الصغار، الصغار هم يعني شباب، فهذا بالنسبة لي العرض كان مختلف عن أي عرض بمكان تاني. الجمهور اللي بهذا العمر مبارح كان تفاعلهم مع الفيلم رائع، لأنه بيقولوا بيعبروا بسلاسة هذا الجيل أكثر من الأكبر يعني. وعملنا حوار طويل بعد الفيلم، وحوار كتير ذكي، وأسئلة وحوارات كتير كتير كانت بالنسبة إلي منعشة كتير أشوفها طالعة من هذا الجيل. فكمان الفيلم رح ينعرض وعم بينافس كمان بمهرجان أجيال. صحيح. نتمنى لك التوفيق بالختام بالفيلم. لكن اليوم السؤال الأخير قبل ما نختم ويدهمنا الوقت، ليلى صنع الفيلم أنت عايشة برام الله صعب جدا، بتكتب السيناريو، قدي بتكون عندك خوف بأنك تكتب قصص، قدي بيكون عندك خوف أنه ما تقدر تلاقي إنتاج، ما تقدر تلاقي مكان للتوزيع، خصوصا مع هلأ الحرب عم بتكون في محاربة للأعمال الفلسطينية؟ يعني كمان الصورة ما قبل تختلف كتير عن ما بعد الحرب. في السنوات السابقة وكأنه هيك تركنا شوي الفنانين والفاعلين في الحقل الثقافي نحكي ونعبر، وما كانش في رقابة سواء داخليا فلسطينيا أو من الاحتلال بشكل مباشر على الأعمال الفنية والثقافية. لكن طبعا المشهد التمويلي صعب جدا بفلسطين، ما في اي دعم محلي للسينما، واليوم كل الانتاجات في العالم انتاجات مشتركه، بيكون بلدك عنده صندوق معين، بتبدي ببلدك بدعم محلي وبعدين تنطلقي تشوفي دول ثانيه تتشاركي معها وهكذا. لما في منطقتنا العربيه ما في، في غياب التركيز ده. الحكومات على والدعم والصناديق المختصة، وإن كان في يعني في المنطقة العربية في، بس إنه كل بلد يعطي لصناع أفلام وهذا مش دائما موجود. فبتروحي أنت على أسواق الإنتاج العالمية في المهرجانات وهيك، بيكون معك مشروع لازال على ورق، فأنت في غيرك من دول تانية بالنسبة للإنتاجات المشتركة هم مغريين أكثر بكثير العمل معهم، لأنه بلدهم أوريدي داعمهم كثير. فرحلتك بدك تشقيها بشكل كثير كثير أصعب من ناس بدول تانية. هذا أولاً. الشيء الثاني أنه في المرحلة الحالية في فلسطين اللي إحنا الحقيقة كلنا مش قادرين نحدد ملامح السنة القادمة مثلاً كيف شكلها. أنا برام الله صورت بداخل رام الله، لو بدك تصوري فيلم بأكثر من مكان وتتنقلي بطواقم وبأجهزة هذا حاليا شبه مستحيل يعني. وكمان يعني الاحتلال تغير كمان نظرته لكتير أشياء. هلأ الناس على بوست فيسبوك وعلى بيعتقلوا به، فهلأ قدي رح يكون في كمان رقابة يعني أو يعني حصر للموضوعات اللي بنقدر نحكي فيها من الجهة الأخرى من الاحتلال يعني. وكيف إحنا كصناع أفلام بدنا نقدر نلاقي الطريقة اللي نعبر فيها عن اللي بدنا نقوله بالرغم من كل المحيط اللي فعلا مليان تحديات كتير. والجميل أيضا أنه الفيلم ممكن يوصل لكل الناس حول العالم ويتفاعلوا، إن كان مع الأولاد الموجودين وقصص المراهقين الموجودة بالفيلم، وإن كان مع النساء، يعني كل واحد ممكن يلاقي حاله بهيدا الفيلم. أو حتى عم تطرح موضوع كتير حساس بالفيلم هي التكنولوجيا وتأثيرها على الأولاد وين رح نروح. ما رح نحرق الفيلم، ما بدك نفوت بتفاصيل أكثر. ندعي كل الموجودين بالدوحة أنهم يحضروا الفيلم مثلا بكرة الخميس والجمعة. ومثلا الجمعة، ومن بعد الدوحة وين رح يكون الفيلم؟ لسه ما بعرف. رح يعمل بعد جولة مهرجانات أكيد طبعاً. ونتمنى أنه كمان يكون متاح من بعدها على منصات لكل الناس حول العالم يقدروا يشوفوا إن شاء الله. شكراً لك ليلى عباس، بالتوفيق أكيد لفيلمك ولل مشاريع القادمة إن شاء الله. شكرا. شكرا مشاهدينا، هيدي كانت فقرة كلاكات لليوم، إلى اللقاء وعودة للزملاء سارة وهبة. شكرا لك ماري تريز، وشكر موصول لضيفتك أيضا.
شكرا لكم أيضا مشاهدينا. نحن إلى هنا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من فقرتها. غدا لقاء جديد من صباح النور، وفيه بداية فيه أنا وهبة أيضا، وفيه إضاءة على معرض أوتومادنس للسيارات. نعم، وقيمة التعاطف مع الآخرين يا سارة، موضوع مهم جدا نناقشه غدا. ولدينا أيضا أحدث الأبحاث والدراسات الطبية في النشرة الصحية. انتظرونا غدا وكل يوم على قناة العربي 2 مشاهدينا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.